لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ موضوعنا النهاردة إن شاء الله عن البين مانجمنت في النيونيت. أنا الدكتور محمد عبد العاطي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن 6 نقط أساسية. أول حاجة is in ICU environment painful؟ هل إحنا بنعمل، هل الحضانة تعتبر painful environment للبيبيهات؟ ثاني نقطة can newborn feel pain؟ طيب إحنا بنعمل حاجات painful في الحضانة، البيبي يقدر يحس بالبين دوت ولا لا؟ ثالث حاجة إيه هو تأثير البين ده على النيونيت؟ رابع حاجة إزاي إحنا نعمل assessment للنيونيتال بين؟ إزاي نقدر نقيم هل البين فيه، يعني هل النيونيت اللي قدامنا دوت بيحس بالبين ولا لا؟ خامس حاجة إيه هو المانجمنت بتاع البين، نيونيتال بين؟ هنتكلم في النقطتين نون فارماكولوجيكال بين والفارماكولوجيكال بين. طيب هنبدأ الأول بالفيديو اللي إحنا شيرناه من كام يوم في الحضانة، البيئة بتاعة الحضانة من وجهة نظر النيونيت. هنا في الاستادي ديت كانوا عاملين دراسة على 120 نيونيت زي ما احنا شايفين على البينفول بروسيديورز اللي احنا بنعملها لهم في اول 14 يوم من حياتهم. زي ما احنا شايفين تحت كده العدد بتاع البروسيديورز ده كان حوالي 40,000 بروسيديور ل 120 بيبي في 14 يوم، يعني احنا تقريبا بنتكلم في متوسط حوالي 320 بروسيديور لكل بيبي في ال 14 يوم، يعني اكتر من 20 بروسيديور في اليوم الواحد. الانتنستي البين انتنستي بتاعتها تختلف، الشده بتاعه البين في فيري بينفول وفي بينفول وفي نون بينفول. تمام، يبقى احنا قلنا تقريبا المتوسط بتاعنا تقريبا 20 بروسيديور بير داي، بير نيونيت بير داي، فيها فيري بينفول بروسيديورز زي الانتيوبيشن، السكشن، الهيل ستيك، الفيني بانكشر، اللاينز، تمام، الشيست تيوب طبعا، وفيها حاجات بتبقى بينفول بس مش فيري بينفول، وفي حاجات بتبقى شويه نون بينفول. هنا زي ما احنا شايفين كده بيقول لك ان الافريج ديوريشن اوف مانيبيوليشن لكل بيبي في اوفر ذا 24 اورز بيريود كانت تقريبا ساعتين ونص، يعني ساعتين ونص في اليوم احنا بنعمل مانيبيوليشن مع البيبي، والافريج بروسيدور في ايتش مانيبيوليشن 2.2 بروسيدورز وموست occurring during the morning shift. معظم البروسيديورز احنا بنعملها في المورنينج شيفت، طبعا في النايت غالبا يعني البروسيديورز بتبقى طبعا اقل، الناس تعبانه، تمام، احنا بنحاول يعني نمشي الدنيا، معظم الحاجات بتحصل اكتر في المورنينج. الدراسه ديت من الجامعه بيدياتريك كان فيها الابيديميولوجي اند تريتمنت اوف بينفول بروسيديورز ان نيونيتس في الانتنسيف كير يونت، يعني احنا عندنا كام بروسيدور بنعملها للنيونيت وكام في المية منهم احنا بندي انالجيزيا او بندي سيديشن مع البروسيديورز دي. فزي ما احنا شايفين هنا 430 نيونيت كان اشتركوا في الاستادي دي، عدد البروسيديورز حوالي 42,000 تقريبا او 42,500، يعني تقريبا حوالي بنتكلم تقريبا في حوالي 100 بروسيديور لكل بيبي. النمبر اوف بروسيديورز او البرسنت اوف بروسيديورز اللي كان فيها سام سورت اوف انالجيزيا ايا كان نوع الانالجيزيا، هل هي فارماكولوجيكال نون فارماكولوجيكال وات ايفر، كانت تقريبا 51%.
معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا تقريبا نص البروسيديورز اللي بنعملها للاطفال، نص البينفول بروسيديورز تمام اللي بنعملها في للاطفال من غير اي نوع من انواع الانالجيزيا، من غير اي حاجه خالص، زي النيزل. طبعا البروسيديورز ديت الموست بينفول، الموست فريكوانت بينفول بروسيديورز، زي التراكيال اسبيريشن والهيليستيك والنيزل اسبيريشن، حتى الادهيسيف ريموفال، يعني لما يبقى البيبي احنا مثلا مركبين له اندوتراكيال تيوب وعايزين مثلا نشيلها او حاجه، مجرد اللي احنا عايزين نشيل البلاستر اللي موجود دوت ده بينفول. الجاستريك تيوب انسيرشن اللي احنا ندخل يعني نركب او جي تي او ان جي تي، ده بينفول بروسيديور بالنسبه ليه البيبي. احنا يعني جايز بالنسبه لنا احنا يعني بنستسهلها، بس الحاجات دي كلها بينفول بروسيديور. حتى الفيزيوثيرابي يعتبر بينفول بروسيديور للاطفال. فالاستادي ديت بتقول لنا ان تقريبا 50% بس من البروسيديورز دي كان فيها سم سورت اوف انالجيزيا، ممكن ما يبقاش الاوبتيمم اصلا، بس نص البروسيديورز اللي بتتعمل من غير اي نوع خالص من انواع البروسيديور. الان اي سي يو انفايرمنت از نوت اونلي بينفول بات اولسو ستريسفول. يعني ايه؟ هو في فرق ما بين الاستريس وما بين البين؟ طبعا ممكن الايه البروسيدور تبقى بينفول بس ما تبقاش ستريسفول قوي، تمام؟ هي طبعا اكيد هتبقى ستريسفول، بس العكس مش صحيح. الاستريس هو ايه؟ هو اي فيزيكال كيميكال او ايموشنال فاكتور ذات كوز فيزيكال او منتال تنشن اند ميبي ا فاكتور ان ديزيز كوزيشن، يعني ممكن تبقى عامل برضو من عوامل الايه اللي ممكن تاثر في المرض. زي ما احنا قلنا البين از اولويز ستريسفول، يعني دايما انت لما تبقى ان بين لازم هيبقى في نوع من انواع الاستريس، بس مش دايما الاستريس painful. Stress is not necessarily painful. زي ايه مثلا؟ زي يعني مثلا لو ايه، لو إيه انت مثلا راكب في طياره والطياره فيها مثلا في مطبات هواء بتحصل وبتاع، فانت ما انتش حاسس ببين، ما فيش اي بين بالنسبه لك، بس في ستريس محترم، خصوصا لو انت مثلا ايه بتخاف من الطيارات او من الاماكن العاليه او من الاماكن المقفوله او كذا، فانت يعني في ممكن يبقى في سيفير ستريس بس ما فيش بين، تمام؟ فهو ده الفرق ما بين البين والستريس. ممكن جدا البيبي ما يبقاش ان بين، تمام، او ان مايلد بين دلوقتي، بس بيبقى very stressful. دي نقطة تانية غير البين. يبقى احنا عندنا حاجتين، بين وستريس، والاثنين محتاجين assessment, evaluation and treatment. طيب النقطة دي برضو مهمة قوي. It has been estimated that a critically ill infant is handled أو manipulated for monitoring أو other therapeutic procedures كم مرة في اليوم؟ أكثر من 150 مرة per day with less than 10 minutes of uninterrupted rest. برضو خلينا نتخيل، يعني لا قدر الله طبعا ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ أطفالنا، بس خلينا نتخيل نفسنا أو عيالنا في مكان النيوبورن، مكان الأطفال اللي احنا بنتعامل معاهم دول. أنت متصور اللي أنت مثلا لا قدر الله في مستشفى وحد بيدخل عليك أكثر من 150 مرة في اليوم بيعمل لك بروسيديو، تمام، بيعمل لك ساكشن، بيعمل لك بيعمل بلاستر، بيشيله او بيحطه، بيركب كانيولا، مش عارف ايه. متصور لو اقل من 10 دقائق، مفيش 10 دقائق على بعض ريست، احنا متصورين حاجه زي كده؟ يعني حاجه اكستريملي ستريس، حاجه بشعه جدا. في نفس الدراسه بتاعه الجامعه اللي قلناها من شويه، بس المره دي هنتكلم على الموست فريكوانت ستريسفول بروسيدور، زي ايه؟ زي الاورال اسبيريشن، زي ما قلنا البلاد بريشر ميجرمنت، الواشنج، حتى الدي كير بتاع النيرس، الاكس راي، وزن البيبي اللي احنا نركب نيزل كانيولا، يعني حاجات احنا شايفينها بسيطه بس هي برضو بتسبب ستريس للبيبي. طيب نسبه الايه الانالجيزيا اللي بتستخدم بقى في الحالات دي كام؟ زي ما احنا شايفين اقل من الربع، اقل من الربع، يعني تقريبا 3 ارباع الحالات ما بنستخدمش فيها اي نوع من انواع الانالجيزيا. يبقى البين والستريس are always undermanaged in NICU. ليه؟ ايه السبب؟ هنرجع للسلايد دي في الاخر ان شاء الله، بس اعتقد ان احنا يعني كلنا متفقين على حاجه زي كده، ان احنا بن اندرمانج البين والستريس في الان اي سي. لغايه دلوقتي الدنيا ان شاء الله واضحه، ما فيش فيها مشكله. احنا كده خلصنا اول نقطه اللي هي هل الان اي سي يو انفايرمنت بينفول. طبعا هي بينفول، مش بس بينفول زي ما قلنا، لا كمان ستريسفول. هندخل على تاني نقطه وناخد مثلا ممكن في النص كده يعني ناخد بوز شويه اللي عنده سؤال او حاجه نقوله ان شاء الله. تاني حاجه هنتكلم عنها هو كان نيو بورنز في البين، النيو بورن ده ممكن يحس بالبين؟ يعني زي ما احنا شايفين الولد اللي في الصوره دوت ده طالع من عمليه ومركب درين ومركب انتركوستال تيوب في الناحيه الثانيه ومركب ريفرال لاينز، تمام، ومركب له طبعا او جي تي وبتاع. هل هو بيحس يعني حاسس بالبين دوت ولا مش حاسس بالبين؟ طيب actually not only the newborn can feel pain،
مش بس النيوبورن اللي يقدر يحس، لا ده كمان الفيتس يقدر يحس بيه البين. الموضوع بتاع ان الايه ان الفيتس يحس بالبين ده موضوع يعني عليه كونتروفيرسي كبير، علشان برضو نبقى واضحين، بس في يعني اتجاه كبير جدا بيقول طبعا ان الفيتس برضو بيحس بيه البين زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله. هنا احنا شايفين طبعا البين باثوي، مش هندخل فيه بالتفصيل، بس احنا عندنا طبعا اول حاجه الريسبتورز بتاعت البين، وبعد كده اللي ايه الفايبرز اللي هي الفيرست اوردر نيورون خلاص، اللي هي بتبقى السي فايبرز والاي دلتا فايبرز خلاص، وبعد كده عندنا السكند اوردر نيورون اللي هو هيطلعنا للايه للثالاموس خلاص، عن طريق مين؟ السباينو ثالاميك والسباينو ريتيكولار تراكس، وبعد كده الثيرد اوردر نيورون بقى ما بين الثالاموس وما بين الكورتكس. مش هندخل في تفاصيل الحاجات دي، بس عايزين نعرف بقى هنا كام نقطه. ان احنا دلوقتي بنتكلم في الفيتس، النوسي سيبتورز اللي هي البين ريسبتورز ار اكستنسيفلي بريزنت في الفيتس سكين، يبقى الريسبتورز اللي هي اول ستيب خالص موجوده، والاكزونز ريتش سكين اند ميوكوزي ما بين 11 و20 اسبوع اوف جيستيشن، يعني تقريبا عند نص الجيستيشن والريسبتورز موجوده والاكزونز بتاعتها برضو موجوده. السباينو ثالاميك تراكت از ويل استابليشد في الفيتال لايف، يبقى احنا برضو السباينو ثالاميك اللي هو السكند اوردر نيورون ده ويل استابليشد في الفيتال لايف. ثالث حاجه البين نيورو ميدييتور، النيورو ميدييتور زي السبستانس بي والانكيفالينز برضو بتظهر بدري في الفيرست هاف اوف ذا اوف بريجننسي. الدايركت ثلامو كورتيكال فايبرز دي بتظهر بقى متاخر شويه، اللي هي ثيرد اوردر نيورون اللي هي الكونكشن ما بين الثالاموس وما بين الكورتكس، دي بتظهر عند 23 ل 30 اسبوع تقريبا. الاميجدالا دي اللي هي السنتر اوف فير اند انكزايتي، الخوف والقلق، هي حاجه ليها علاقه بيه الاسترس اكتر من البين زي ما اتفقنا دلوقتي. دي ديفلوبد ان ميد جيستيشن، والانسولا وديت وان اوف ذا مين سايتس اوف بين بيرسبشن، وديت بتتكون بدري في عند 13 ل 15 اسبوع اوف جيستيشن. يبقى الفيتس مي فيل بين، بعد الكلام ده هل نتوقع ان الفيتس مي فيل بين؟ طبعا زي ما احنا شايفين. ايه الايه الراشونال للكلام ده؟ ايه اللي يفسر الكلام ده؟ رياكشن تو اكسترنال ستيمولاي، ان الفيتس لما نعمل له اكسترنال ستيمولايشن تمام زي في البايوفيزيكال بروفايل وبتاع، بنعمل external stimulation للأم والبيبي بيرسبوند لكده، يبقى هو استجاب لهذا الكلام، استجاب للإيه؟ للستيميوليشن الخارجية، يبقى برضو ممكن يستجيب للبين بدون شك. الحاجة التانية اللي تشينج في البيهيفيورال باترن والسبيسيفيك اي اي جي بين ريليتد فيتشرز، ده طبعا كان موجود في السلايد اللي هي هنا خلاص. الاي اي جي باترنز بتبقى موجوده في السكند هاف اوف بريجننسي، مش هندخل برضو فيها بالتفصيل، مش موضوعنا الاساسي. واخر حاجه الرايز في الفيتال ستريس هرمون وذ بينفول ستيمولاي، تمام، مع اي بينفول ستيمولاي للبيبي الفيتال ستريس هرمون بتاعه. فزي ما احنا شايفين هنا في بروز اند كونز لموضوع الايه الفيتال بين، في حاجات مع وفي حاجات ضد. اللي ضد ايه؟ زي ما احنا قلنا ان الكورتكس ستيل اماتيور، المايلينيشن طبعا لسه قليل جدا، تمام، البيبي الطبيعي اللي هو في كونتينيوس سليب ستيت، في نيورو انهيبيتورز عنده، والفيتال نون فيربلتي، البيبي ما بيتكلمش علشان نقدر نحكم عليه. بس في حاجات تانية برضو وذ الايه ان الفيتس بيحس بالبين زي الحاجات اللي احنا لسه متكلمين عنها دلوقتي. طيب مش موضوعنا على اي حال الفيتس، احنا دلوقتي بنتكلم على النيونيت. هنا بيقول لك ان لغايه سنه 1985 النيرفس سيستم اوف ذا نيونيت واز وايدلي كونسيدر تو بي اندر ديفلوبد فور بين سنسيشن، كان عندنا معتقد كده ان البيبي لسه ما بيحسش، ما تقلقش النيرفس سيستم بتاعه لسه اي اماتيور، فمش فارقه يعني ايه مش هيحس. الكلام ده طبعا دلوقتي اتغير تماما، لا ده even preterm babies show behavioral and physiological reactions to painful stimuli. يعني لو البيبي ما بيحسش وانت مثلا بتركب له كانيولا او بتاع، ليه البيبي بيعيط؟ ليه الهارت ريت بتاعه بيزيد؟ تمام، ليه ممكن لو preterm يدخل في ابنياز ويدخل؟ يبقى البيبي بيرسبوند، طبعا بيرسبوند، ده موضوع يعني ما فيهوش كلام. النيوبورنز اكسهبت بريدكتابل بين ريسبونس باترنز وذ ريسبكت تو ستريس هرمون ليفلز وتشينج في الهارت ريت والبلاد بريشر والاكسجين ساتوريشن، زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي لما نعمل بينفول بروسيدور للبيبي هيحصل له تشينج في الايه الفايتال ساينز بتاعته، وفي الاستريس هرمونز نفسها الليفلز بتاعته هتتغير. والتشينج ديت برضو ممكن نعمل لها اسسمنت بالنيرز وبالاي اي جي والفانكشنال MRI. يعني ممكن الحاجات مع البينفول ستيميوليشن لو حطينا البيبي ده على اي اي جي او على فانكشنال ام ار اي او على النير انفراريد سبكتروسكوبي هنشوف تشينج بتحصل مع البين، يبقى البيبي بيحس، طبعا بيحس. So he will remember with every fiber of his being، الكلمه دي معناها ايه؟ معناها ان هو هيحس ومش هينسى كمان، تمام، يعني البين ده هياثر عليه مش بس دلوقتي، لا هياثر عليه كمان قدام. طيب
يبقى احنا كده خلصنا تاني نقطة اللي هي البين. البيبي بيحسه، بيحس بيه ولا ما بيحسش بيه؟ طب ايه الايفكت اوف بين على النيوني؟ تمام، وبعدها ممكن ناخد بوز كده صغير لو حد عنده اي كومنت وبعدين نكمل ان شاء الله. ايه تأثير البين ده على النيونيت؟ التأثير بتاع البين على النيونيت في ممكن نقسمه لشورت تيرم ولونج تيرم ايفكت. شورت تيرم ايفكت ولونج تيرم ايفكت. الشورت تيرم ايفكت زي ايه؟ زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي، احنا بنعمل بينفول بروسيدجر للبيبي، ايه اللي بيحصل للبيبي؟ خلاص، طبعا زي ما احنا شايفين هنا رسمه معقده وبتاع وحاجات كتيره جدا بتحصل. من اهمها ايه؟ اول حاجه اللي هي الايه؟ الفايتال ساينز بتاعته. هارت ريت هيزيد، بلاد بريشر هيزيد، وممكن يبقى في فاريابيليتي، يعني مش شرط زياده، ممكن البيبي يدخل فيه برادي كارديا، ممكن يدخل فيه هايبوتنشن احيانا، فاريابيليتي في الهارت ريت وفي البلاد بريشر. ده هيؤدي لايه؟ ممكن يؤدي لزياده السريبرال بلاد فلو، يبقى ده في البري تيرم بيبي ممكن يدخله في ايه؟ في اي في اتش. مش بس كده، العياط اللي البيبي لما البيبي بيعيط يحصل دايفراجماتيك سبلينتنج. دايفراجماتيك سبلينتنج ده ممكن برضو يزود لك السريبرال بلاد فوليوم، او ممكن يقلل لك الفيجال تون، تمام، فيعمل لك ايه؟ هايبوكسيا وهايبركاربيا، وممكن يدخل البيبي فيه نيوموثوركس. والناحيه الثانيه ممكن يعمل وايت ماتر انجري ويدخلك فيه بي في ال، تمام، بيري فنتريكولار ليوكو ماليشيا. يبقى الموضوع مش بس مجرد ان البيبي هيعيط له شويه والهارت ريت بتاعه يزيد شويه، لا، الموضوع مش كده خالص، خصوصا لو بري تيرم بيبي. انت بتتكلم في ايه؟ في اللي احنا بنزود الانسيدنس بتاع مين؟ بتاع الكومبليكيشن، السي ان اس كومبليكيشنز اللي احنا بنحارب علشان ما تحصلش، اي في اتش وبي في ال، تمام، المصيبتين الاساسيتين. خلاص، والناحيه الثانيه طبعا موضوع الهايبوكسيا والهايبركاربيا والنيوموثوركس. النيوموثوركس ده برضو قصه، يعني طبعا يعني لو البيبي اصلا فنتليتد او يعني على هاي سيتنجز او حاجه، يبقى احنا بنزود الانسيدنس بتاع كومبليكيشن احنا كنا في غنى عنها. الناحيه الثانيه طبعا اللي انت كده برضو هتدخله الاستريس هرمون زي ما قلنا بقى، لما تزيد هايبرجلايسيميا، والهايبرجلايسيميا بعد كده ممكن يحصل طبعا لاكتيك اسيدوزيس، زياده الايه؟ الكاتابوليزم والابوبتوزيس، ان الخلايا تبدا تموت. وبعد كده لو الموضوع دوت طول واحنا ما بنعملوش مانجمنت، يبقى ايه؟ يتحول لكرونيك بين. اللونج تيرم ايفكت، كل الحاجات اللي احنا قلناها ديت مش بس هتسيب اثر دلوقتي، لا، هتسيب اثر كمان قدام. زي هيحصل بقى ايه؟ البيبي ده هيحصل له بعد كده كوجنيتيف امبيرمنت، بيهيفيورال بروبلم. البيبي ده هيبقى عنده بيهيفيورال بروبلمز، هيبقى عنده بور سوشياليزيشن سكيل. كلنا بنشوف الكلام ده لما بيبي مثلا يدخل لك في العياده او في يعني في المستشفى او حاجه، وما يبطلش عياط من الاول، تيجي بس تقرب منه بس يعني تحاول تلمسه يفتح الصوت قد كده. increased anxiety، hyper response، hyper responsiveness، increased pain sensitivity، ان البيبي يبقى ايه يعني بالتاتش، attention deficit disorder وhyper activity disorder. خلاص، الحاجات دي كلها احنا بنشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ احنا بنشوفها طبعا، في اسباب كتيره جدا ليها، يعني مش بس هي كلها اسبابها اللي هو الاندر مانجمنت اوف نيونيتال بين. بس احنا لما نبقى عارفين ان الايفكتس دي كلها ممكن تحصل نتيجه البين النيونيتال بين، وبعد كده نكبر دماغنا او ما نديش الموضوع ده حقه، هيبقى حرام علينا. لما نبقى عارفين الكلام ده هيبقى حرام علينا ان احنا ما نديش يعني بروبر مانجمنت للبين في النيوني. اللي بعد كده الاسسمنت اوف نيونيتال بين. النقطه اللي بعد كده هنتكلم على الاسسمنت اوف نيونيتال بين، ازاي نعمل اسسمنت للبين. طبعا احنا يعني كل الكلام اللي فات شويه كلام نظري، اللي جاي هو اكتر هيبقى كلام يعني عملي اللي احنا بنعمله بقى في شغلنا اليومي في الحضانه. ازاي نعمل اسسمنت للنيونيتال بين؟ اول حاجه بنقول there is no longer any doubt that newborn infant experience pain. خلاص، ده الموضوع دوت المفروض ان هو ما فيش فيه اي شك دلوقتي، حتى لو بري تيرم. طبعا حتى لو بري تيرم، والبين ده له نيجاتيف امباكت على الشورت تيرم واللونج تيرم بالنسبه للبين. ده تعريف البين، الانترناشونال اسوسيشن اوف بين مش هيفرق معانا كتير علشان احنا لسه يعني المحاضره لسه شويه طويله. الاسسمنت اوف بين ذو نيومرس بين اسسمنت ميثودز هاف بين ديفايسد، في حاجات كتيره زي ما هنشوف دلوقتي validated and implemented in clinical care. Most are focused on the acute episodic pain resulting from clinically essential frequently performed invasive procedures. يعني معظم الايه؟ معظم الاسسمنت بتاعنا بيبقى focused ناحية الاكيوت بين، وفي بين تاني للأسف مش واخد حقه قوي اللي هو ايه؟ اللي هو الكرونيك بين. احنا عندنا اساسا في ثلاث انواع من البين، الاكيوت اللي هو البروسيدورال بين، دلوقتي احنا بنعمل حاجه للبيبي، تمام، بنركب له لاين، بنعمل له انتيوبيشن شيست تيوب، فده اكيوت بين. بعد كده عندنا برولونجد بين، اكيوت برولونجد بين زي مثلا البوست اوبراتيف بين، تمام، بيبي دخل عمليات وطلع، ف
فده بيبقى برولونجد بين، وبعد كده الكرونيك بين زي ما احنا شايفين هنا كده. الاكيوت ممكن نقسمه ليه ابيسوديك وريكارنت بين، ده تقريبا بياخد قد ايه؟ يعني بنتكلم يعني تقريبا ساعه ساعتين، اللي هي قد على قد البروسيدور بتاعتنا وايه وخلاص. البرولونجد بين ده ممكن يوصل لغايه 24 ساعه زي ما قلنا، اللي هو ممكن بوست اوبراتيف مثلا بين، خلاص الموضوع ممكن ياخد وقت اطول شويه. البرزيستنت بين ده من اسبوع، من يوم تقريبا لاسبوع، خلاص ممكن يوصل لغايه اسبوع. اي بين اكتر من اسبوع ده كرونيك بين، خلاص الكرونيك بين ممكن يبقى بيبي عنده كرونيك بين طبعا. وفي حاجات، في يعني حاجات معروفه في في النيونيت، تمام، ده البيبي ده هيبقى عنده كرونيك بين، منها مثلا الابيدرمولايسيس باللوز، تمام، ده من الايه، من الديزيزز الرخمه جدا اللي البيبي بيتعذب فيها ويعني بيعاني من بين، ولازم يمشي على بين، على اللونج ران، على بين مانجمنت سوري فور هيز كونديشن على لونج ران، تمام. ما ينفعش ان احنا بس نديله ايه باراسيتامول مثلا وخلاص، لا خلاص. نفس النظام حالات النك، حالات النك برضو ممكن تطول وبرضو بيبقى فيها بين، او يعني الموضوع الميكانيكال فنتيليشن هنتكلم عنه ان شاء الله كمان شويه، خلاص. طيب هنعمل اسيسمنت للبين ازاي؟ ممكن نعمل اسيسمنت للبين بايو ماركرز بيهيفيورال بين سيجنالينج، البين اسيسمنت تولز، وممكن ايمجنج زي الاي اي جي او النيرز او الفانكشنال ام ار اي، وفي برضو طرق ثانيه هنعمل بيها اسيسمنت للبين. اول حاجه البايو ماركر، يعني ايه البايو ماركرز؟ يعني ايه هي التغيرات اللي ممكن تحصل في الفسيولوجي بتاع البيبي ان ريسبونس تو بين. احنا بنركب مثلا حاجه للبيبي، البلاد بريشر بتاعه هيحصل فيه ايه؟ زي ما قلنا قبل كده ممكن يزيد ممكن يقل. الهارت ريت نفس النظام، ممكن يزيد ممكن يقل، ممكن يحصل براديكاردي. السيريبرال اوكسجينيشن نفس النظام، خلاص السيريبرال اوكسجينيشن والبلاد فلو بتاع الايه، السيريبرال بلاد فلو ممكن يزيد خلاص وممكن يقل، وزيادته ممكن تعمل لي طبعا انترافنتريكولار هيموريج، وممكن يدخلنا برضو في موضوع البي في ال. الاي اي جي فيه برضو زي باترنز بتبقى موجوده في الاي اي جي للبين، خلاص الهارت ريت فاريابيليتي زي ما قلنا، الانتراكرينيال بريشر العادي اللي هو هيزيد، الاكسجين ساتوريشن طبعا هيقل، الريسبيراتوري ريت ممكن كل حاجه تحصل اب تو ابنيا، والسكين برضو كلر ممكن يبقى البيبي بيل او ممكن يبقى ريد. الحاجات دي كلها طبعا هي ليها اسباب ثانيه غير البين، يعني برضو علشان نبقى يعني واضحين ان الموضوع ما هوش سبيسيفيك للبين، خلاص البيبي ممكن البلاد بريشر بتاعه يعلى يقل لجميع سبب، الهارت ريت نفس النظام، الكالر بتاعه ممكن يتغير، تمام، لاسباب تانية غير البين. بس لما مثلا نبقى بنعمل بينفول بروسيدور ما نقولش لا ده البيبي مثلا الهارت ريت بتاعه دلوقتي بقى 180 مثلا علشان عنده انيميا مثلا، تمام، احنا بنعمل بينفول بروسيدور، ف يعني نفكر في الايه، في نفكر في الحاجه اللي احنا بنعملها. طيب البيهيفيورال بين سيجنالينج، في حاجات البيبي نفسه في يعني شكله نفسه تمام يقول لك ان هو ايه، ان هو ان بين، زي ايه ديت الايه البيهيفيورال بين سيجنال، زي مثلا في وشه البيبي لما بيبقى ان بين هتلاقي عينه مقفوله تايتلي كلوز، الاي براوز بتبقى زي ايه، زي بنت، تمام، يعني زي ايه، يعني عامله زي حرف زي رقم 8 كده شويه بالعربي. النيزوليبيال فولز بتبقى ديب، الماوث اوبند، النوز برود وبلج، خلاص، والشيك ريز، خلاص البيبي ان بين، تمام، دي كلها من علامات البين، خلاص. المسل تون نفسها تلاقي نفسه شادد نفسه خالص او العكس، كل حاجه في النيونيت دايما يعني الحاجه ممكن تحصل في التو اكستريمز، خلاص يعني هايبر او هايبو، مش بس في ناحيه واحده، ممكن تحصل في الناحيتين. يبقى احنا اتكلمنا على اول حاجه على الفيسيولوجيكال تشينجز، وبعد كده على البيهيفيورال بين سيجنالينج. لو حطينا الاثنين دول على بعض غالبا بيطلع لي البين اسيسمنت تول. البين اسيسمنت تولز يعني ايه؟ تولز احنا حطيناها علشان نحاول نقول بطريقه شويه علميه وبطريقه شويه تبقى يعني زي ثابته على الناس كلها. لو انا اي حد تاني عمل اسيسمنت المفروض ان هو النتائج تطلع قريبه من بعض. ديت البين اسيسمنت تول طبعا كتيره جدا، في منها حاجات تنفع للبري تيرم بيبي زي البي اي بي بي البريماتور انفانت بين بروفايل، وفي منها حاجات تنفع للكرونيك بينز زي الان باس خلاص والايدن، تمام، ديت للاكيوت اند برولونجد بين. يبقى في حاجات تنفع لبريماتيور بيبيز، في حاجات تنفع للكرونيك كونديشنز، بس هي كلها في الاخر ايه قايمه على الحاجتين دول زي ما احنا قلنا، فيسيولوجيكال كومبوننت وبيهيفيورال كومبوننت، يعني دول الحاجتين الاساسيتين، وكل واحد فيهم معمول بطريقه اللي هو ينفع لايه نوع معين من البين
الجستيشنال ايج معين، خلاص معظمهم طبعا بيمشي مع الفول تيرم بيبيز يعني، واب تو مثلا 3 شهور او اكتر كمان. خلاص البريماتيور بيبيز مش كتير اللي هم بيبقوا ماشيين مع البريماتيور بيبيز، وبرده نفس النظام الكرونيك بين ما هوش كتير. طب انا امشي على انهي واحد فيهم؟ ده انا شايف يعني 8 ولا 9 قدامي، هنمشي على انهي واحد فيهم؟ هنا الاجابه نو ماتر ويتش تول وي تشوز فور بين اسيسمنت، امشي على اللي يعجبك. المهم حاجتين، اللي هو ماست بي فاليد. يعني ايه فاليد؟ يعني ميجر وات از انتندد تو ميجر. احنا عايزين نقيس ايه؟ نقيس الريسبونس بتاع البيبي للبين. يبقى احنا عايزين نشوف تول بيبقى فيها الايه، الاسيسمنت للحاجات اللي بتتغير مع البين تقريبا كلهم، اند ريلايبل. ريلايبل يعني ايه؟ يعني جيف ذا سيم ريزلتس اف ريبيتد باي انذر بيرسون اور ات انذر تايم اندر ذا سيم كونديشنز. لو انا عملتها، لو انا عملت الاسيسمنت زي لو مثلا النيرس عملته، زي لو حد تاني من الزملاء عمله، خلاص ما يبقاش الموضوع فاريبل قوي. احنا هنا في المركز اللي انا بشتغل فيه بنستخدم حاجتين اللي هو الفلاك والبي اي بي بي. الفلاك ده اللي هو الفيس ليج اكتيفيتي كراي كونسولابيليتي، تمام؟ زي ما احنا شايفين ده كله بيهيفيورال، يعني كله قايم اساسا على البيهيفيورز، تمام، بتاعه البيبي في الفيس، الاف فور فيس ليج اكتيفيتي كراي كونسولابيليتي. خلاص هي ديت الفلاك. والبريماتيور انفانت بين بروفايل اللي هو البي اي بي بي، ده بتاع مين؟ البريماتيور بيبيز، وهو برضو فيه جزئين، جزء فيسيولوجيكال تشينج خلاص اللي هو الهارت ريت والاكسجين ساتوريشن، والجزء الثاني اللي هو البيهيفيورال تشينج. كل واحد فيهم زي ما احنا شايفين هنا كده بياخد مايلد ومودريت وسيفير. الانتنسيتي اوف بين مايلد مودريت سيفير، الفلاك مثلا من 1 ل 3 مايلد، من 4 ل 6 مودريت، من 7 ل 10 سيفير، والبي اي بي بي لغايه 21. ونشوف نعمل اسيسمنت بتاعنا للبيبي سواء كان بريماتيور بيبي او لو كان ايرلي تيرم بيبي او يعني فول تيرم او اكتر من كده. يبقى خلاص هنستخدم الايه، هنستخدم الفلاك. نستخدم دولا، نستخدم غيرهم، المهم اللي احنا يبقى عندنا اصلا الكونسبت ده موجود، اللي احنا المفروض نمونيتور البين في النيونات في الـ NICU. لازم يبقى عندنا بين assessment tool، وبعد كده طبعا المفروض يعني لما يبقى عندنا بين assessment tool هيبقى عندنا بين management protocol. يعني انا مثلا دلوقتي طلع البين عندي مثلا في الفلاك خلينا نقول مثلا 5، يبقى البيبي ده in moderate pain. خلاص يبقى ايه الـ next step اللي احنا المفروض نعملها؟ احنا ما بنعملش الاسيسمنت تول علشان نبقى ايه يعني بنزود ورقه في الفايل بتاع البيبي. دي طبعا الانستراكشنز بتاعه الايه، بتاعه الاسيسمنت تولز لما هنستخدمها. المفروض لو البيبي صاحي نعمل له اوبزرفيشن دقيقتين لخمس دقائق، ونوبزرف البيبي انكفرد، ونعمل ريبوزيشن للبيبي. يعني الحاجات دي كلها مش بس مجرد نظره للبيبي دلوقتي والهارت ريت كويس، لا، من دقيقتين لخمس دقائق وانكفرد ونعمل ريبوزيشن. ولو البيبي نايم على الاقل يبقى خمس دقائق خلاص، ولو ممكن نعمل له برده ريبوزيشننج يبقى كويس، ونتاتش البيبي ونأسس التندرنس والسوري التون والتنس بتاع البيبي. بعد كده عندنا طبعا نيورو ايميجينج تكنيكس كتير، خلاص يعني مش هنتكلم برضو عنها زي ما قلنا علشان يعني ايه مش موضوعنا الاساسي. احنا ممكن نعمل ده بالنيرز اللي هو نير انفراريد سبكتروسكوبي، ممكن بالاي اي جي، ممكن بالفانكشنال ام ار اي، يعني مش موضوعنا، مش هندخل في تفاصيله قوي دلوقتي لانه هو يعني اعتقد مش موجود اصلا الحاجات ديت يعني في معظم المستشفيات عندنا. خلصنا الاسسمنت اوف نيونيتال بين. يبقى احنا دلوقتي متفقين كلنا ان الـ NICU environment painful وstressful، والبيبي يقدر يحس بالبين حتى لو بريتيرم، بالعكس البريتيرم يحس اكتر، وفي تأثير للبين ده على الشورت تيرم وعلى اللونج تيرم. عملنا assessment للبين ده. طب دلوقتي احنا هنمانج بقى الكلام ده ازاي؟ المانجمنت بتاعنا هنقسمه لاثنين، لنون فارماكولوجيكال مانجمنت وفارماكولوجيكال مانجمنت اوف بين. في الاول هنتكلم على الجنرال برينسيبلز، دي قواعد عامه المفروض اللي هي نطبقها في كل الاحوال. اول حاجه، اف ا بروسيدجر از بينفول ان ادلتس ات شود بي كونسيدرد بينفول ان نيو بورنز. خلاص ادي اول واحد. يبقى لو البروسيدجر بينفول في الادلت يبقى بينفول في النيو بورن. كومبيرد وذ اولدر ايج جروبز النيو بورن مي اكسبيرينس ا جريتر سنسيتيفيتي تو بين اند مور سسبيتابل تو لونج تيرم افكتس of painful stimulation. يبقى النيوبورن مش بس هو بيحس بالبين، لا ده بالعكس، ده ممكن بيحس بالبين اكتر من اي حد تاني. انت ممكن تتخيل مثلا اللي ايه، ان بيب ان في ادل واحد كبير مثلا محطوط في رعايه وهنعمل له انتيوبيشن على الصحي، مستحيل. خلاص هنركب له شيست تيوب مثلا من غير اي سيديشن، يعني مش ممكن. فما بالك في بالنيونات، احنا بنقول ان هو مش بس بيحس، ده بيحس اكتر من الاولد من الاذر ايج جروب. واحنا بنستسهل وبنعمل الموضوع ده علشان
علشان البيبي غلبان ما بيتحركش ما بيقدرش يفلفص مننا، تمام؟ فيعني حرام، ما ينفعش ابدا ان احنا نتعامل مع الاطفال بالمنظر ده بس علشان احنا عارفين يعني شغلنا ماشي ما فيش فيه مشكله. طيب رقم 3، adequate treatment of pain may be associated with decreased clinical complications وdecreased mortality. يعني احنا قلنا في short term ولونج تيرم. الشورت تيرم افكتس احنا لو تجنبناها ما دخلناش البيبي في اي في اتش في بي في ال، كارثه البي في ال لو الموضوع الفاريابيليتي في الهارت ريت والبلاد بريشر ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، تمام؟ يبقى احنا كده هنحسن الايه، هنحسن او هنقلل الموربيديتي والمورتاليتي. ايه تاني؟ الابروبريت يوز اوف انفايرمنتال بيهيفيورال وفارماكولوجيكال انترفينشنز كان بريفنت ريديوس او اليمينيت نيونيتال بين. السيديشن does not provide pain relief and may mask the neonate's response to pain. النقطة دي مهمة جدا. زي ما قلنا احنا عندنا حاجتين pain وستريس، وعندنا حاجتين sedation وانالجيزيا. sedation وانالجيزيا. sedation هنتكلم عن الحاجات دي دلوقتي برضو ان شاء الله، بس sedation معناها ايه؟ معناها انا بدي حاجة علشان تريليف الانكزايتي الستريس اللي عند البيبي. مش معنى اللي انا اديت sedation ان انا اديت بين كنترول، والعكس صحيح. مش معنى ان انا اديت انالجيزك زي مثلا خلينا نقول باراسيتامول فنتانيل ان انا اديت سيديشن، لو البروسيدور ستريسفول فانت ما عملتش يعني كفرج ليه الاستريس اللي موجود. يبقى في عندنا حاجتين سيديشن وانالجيزي، اوكي؟ يعني اتمنى النقطه دي تبقى واضحه، ولو مش واضحه برضو ان شاء الله يعني نوضحها بعد كده. الهيلث كير بروفيشنالز هاف ذا ريسبونسبيلتي فور اسسمنت بريفنشن اند مانجمنت اوف بين ان يونيت. ده يعني دي مسؤوليتنا احنا الهيلث كير بروفيشنالز كلهم من اول النيرس لغايه الكونسلتنت اللي موجود. الكلينيكال يونيتس بروفايدنج هيلث كير تو نيو بورن شود ديفلوب ريتن جايد لاينز. انا يعني للاسف ما اعرفش كان في مشكله في البول فما عرفتش اعمل للاسف بولينج في المحاضره ديت، بس انا كان نفسي بجد اعرف يعني كام واحد مننا عنده بروتوكول فور بين مانجمنت في المكان اللي هو شغال فيه. يعني يا ريت والله بجد تقولوا لي بس في يعني حتى في الشاتس او حاجه كام واحد مننا عنده بروتوكول للبين مانجمنت. طيب انا يعني هنكمل برضو على طول علشان الوقت. يعني هو للاسف طبعا هيبقى يعني عند معظم الناس للاسف مش موجود لان زي ما قلت ده مش في دماغنا، تمام؟ دكتوره سهير عندها ده ممتاز ما شاء الله. المفروض ان ده فعلا يبقى موجود عندنا كلنا، يعني ما ينفعش اللي هو ما يبقاش فيه بروتوكول للبين مانجمنت اللي احنا نتصرف كل واحد وضميره كل واحد واللي هو حاسه، ما ينفعش الكلام ده خالص، تمام؟ هو للاسف هيبقى الاغلبيه طبعا يعني للاسف ما فيش بين مانجمنت، واتمنى ان الموضوع يتغير بعد يعني بعد الكلام ده. ده تيرد ابروتش، ده من جمله اكيد يعني جمله كلكم عندكم الكتاب والايث اديشن ده اخر واحد. فده هي الايه الستبس، تمام، بتاعه البين مانجمنت. اول حاجه ايه في الايه يعني ده الستيب الاولانيه ديت او اول بيز لاين ده مهم جدا اللي هو ايه افويد بينفول بروسيدجر. يبقى اول نقطه خالص احنا مش عايزين اصلا نعمل بينفول بروسيدجر. هل ده ممكن؟ لا طبعا مش ممكن. احنا بنعمل زي ما قلنا يعني 200 مره في اليوم، خلاص؟ فيعني احنا بنعمل كميه رهيبه جدا من البينفول بروسيدجرز، بس هل ممكن نقللها؟ طبعا ممكن نقللها. احنا بنعمل قد ايه مثلا انسيسري لابس؟ احنا بنعمل لابس مثلا ممكن نعمل للبيبي كل يوم سي بي سي وسي ار بي مثلا، يعني ليه ممكن نعمل للبيبي كل يوم يوري بتاع ده يو اند اي اللي هي الالكترولايتس الصوديوم بوتاسيوم والكالسيوم والحاجات دي. ليه احنا لازم نعمل الحاجات ديت ديلي مثلا؟ المفروض ان احنا نحاول يعني نقلل البينفول بروسيدجرز على قد ما نقدر. نفس النظام يعني احنا لو استخدمنا لو حطينا زي ما قلت الكونسبت ده بتاع اللي هو البينفول اللي الحاجات اللي احنا بنعملها للبيبي معظمها بينفول، حتى مجرد النيرس كير العادي بتاع كل يوم ده فيه ستريس وفيه بين، فهنغير طريقه تفكيرنا. يبقى اول حاجه افويد بينفول بروسيدجرز. نمره 2 انتسيبيت نيد اوف فيوتشر ستاديز، ماشي، يوز نون انفيسيف مونيتورنج. البيبي ده لو محطوط على مونيتور على طول خلاص واحنا بنعمل حاجه، اول ما يحصل له يعني ايه يعني تغير شويه في الفايتالز بتاعته ممكن يعني ايه افويد بينفول بروسيدجر والمونيتور. ديت اول ستيب ودي مهمه جدا، خلاص، ان الكونسبت ده اصلا يبقى في دماغنا. تاني حاجه عندنا النون فارماكولوجيكال هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل، سوري. والنون فارماكولوجيك ده ممكن تقريبا تو بي ابلايد تقريبا في كل حاجه بنعملها والايفكت بتاعته رائعه جدا. بعد كده ممكن توبيكال اناستيك، ممكن نستخدم حاجات توبيكال، تمام، في قبل مثلا ما نركب كانيولا ما نعمل ما نركب بيك لاين او سنترال لاين، تمام، ممكن قبل ال بي. الحاجات التوبيكال ديت برضو يعني كويسه ليها طبعا يعني كلام دلوقتي هنقوله سريعا عليها. الاسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول العادي، اللوكال انستيزيا، واخر حاجه خالص اللي هو بقى الايه يعني التوب اوف ذا اوف ذس ابروتش اللي هو مين اللي هو الديب سيديشن او بقى الانستيزيا
يعني المحترمه بقى، تمام، اللي احنا بنستخدمها في الحاجات اللي هي الايه الادفانس. هنبدا باول حاجه اللي هي النون فارماكولوجيكال مانجمنت اوف بين. والنون فارماكولوجيكال مانجمنت اوف بين يعني بالنسبه لي انا شايف ان دي اهم جزء في المحاضره، لان احنا لو نفذناها حتى لو ما عندناش بقى الادويه، هنقول ما عندناش مش عارف مورفين، ما عندناش فنتانيل، ما عندناش كيتامين، ما عندناش مش عارف ايه، النون فارماكولوجيكال مانجمنت ديت مش عايزه امكانيات، عايزه كير، عايزه حد بس ايه الموضوع في دماغه، يعني عنده بس كير، يعني اقتنع بالكلام اللي احنا قلناه دوت، وعايز يعامل النيونيت كبني ادمين زي عياله لا قدر الله، ربنا يحفظهم جميعا. فنبدا باول حاجه اللي هي كلمه الكلاسترنج اوف كير. يعني ايه كلاسترنج اوف كير؟ كلاسترنج اوف كير معناها ايه؟ زي ما احنا قلنا ان البيبي ممكن احنا بنلمسه الكريتيكال بيبي 150 تايمز بير دي، 150 مره في اليوم، متصورين؟ اقل من 10 دقائق ريست ما بين اللمسه والثانيه. ده البيبي ده ينام امتى؟ يستريح امتى؟ انت متصور كده مثلا انت في شيفت 24 ومريح شويه، وكل خمس دقائق بس ايه حد يخبط عليك، التليفون يرن، هتبقى عامل ازاي؟ هتبقى يعني ستريسفول جدا وانتش مركز، وده دي يعني مصيبه. فالكلاسترنج اوف كير بكل بساطه، يا جماعه احنا دلوقتي هنعمل مثلا اكزامينيشن للبيبي في المورنينج راوند او قبل المورنينج راوند، والصبح الممرضه هتعمل الكير بتاعها، تمام، هتنظفه، هتحمي البيبي، هتعمل مش عارف ايه، وبعدها بساعه سوري المفروض ان هي تسحب له ايه، تسحب له العينات، خلاص البيبي مثلا على فوتوثيرابي وهنسحب له البليروبين ومش عارف ايه. ليه كل ده ما يتعملش مع بعضه؟ هي دي فكره الكلاسترنج اوف كير، اللي احنا نجمع الحاجات مع بعض كلها، يبقى مثلا الدكتور يعمل الاكزامينيشن بتاعه، وبعدين الممرضه تعمل الكير وتسحب السامبلز بتاعتها وتركب الان جي تي وترضع البيبي، وبعدين نسيب البيبي، سيبوه يعني يعني لو 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 بس نسيبه ساعتين كده ولا ساعه خلاص، بس اندر ذا مونيتور، احنا المونيتور شغال ومراقبين الفايتلز بتاعته، وطول ما هي ستيبل ما حدش يجي جنبه. والله ديت يعني ما تتصوروش هتفرق معاه قد ايه. لو يقدر يتكلم هيقول كده، هيقول dont disturb me I'm disturbed enough، يعني سيبوني في حالي. وخصوصا كمان بقى في البيبي الكريتيكال، يعني بتبقى كارثه اكتر واكتر. لو بيبي مثلا بري تيرم ومش عارف ماشي على انوتروبس وبالمونري هايبرتنشن وممكن ماشي على نايتريك اوكسايد وحالته منيله بنيله، وكل ثانيتين حد ايه يعني يروح يعمل له اكزامينيشن، مش عارف نركب له قسطره، نسحب له عينه لاين، الموضوع بيبقى صعب جدا، وزي ما قلنا الشورت تيرم افكس عليه بتبقى للاسف سيئه جدا. فالكلاسترنج اوف كير ده مش محتاج اي حاجه، ده محتاج كونسبت بس اللي احنا نحطه في دماغنا. ثاني حاجه الانفايرمنتال موديفيكيشن. الانفايرمنتال موديفيكيشن بكل بساطه ان حتى اللايت والساوند، الحاجات البسيطه ديت بتاثر جدا في البيبي. اللايت شود بي شيلدد فروم ان انفانتس اي سبيشالي وين بروسيدورال لايت ار يوز. يعني برضو انت متصور مثلا انت نايم، واحد زميلك او حاجه جه وفتح النور في الاوضه كله، تبقى مبسوط، هتبقى عامل ازاي يعني. فما بالك بقى على طول البيبي في الحضانه مثلا، لو الحضانه انكفرد، المفروض طبعا ان ايه يعني نحط زي شيلد كده، زي يعني حته ملايه او بتاع فوق الحضانة علشان نخلي الحضانة شوية ضلمة، وممكن نعملها يعني دي اند نايت وقصص كده، مش موضوعنا دلوقتي، بس المهم ان احنا نعمل شيل نغطي الايه، نخلي البيبي مش على طول النور ضارب في عينه لا. وكمان بقى لما نيجي نركب لاين او نركب شيست تيوب او مش عارف ايه، فنجيب الايه، نجيب اللايت نركزه في وش البيبي، متصورين الوضع عامل ازاي؟ يعني بشع جدا خلاص. فاللايت بكل بساطه احنا لو عملنا شيلد، تمام، يعني لو حمينا عين البيبي دوت من اللايت خلاص، فايه ده بيقلل الاستريس. الساوند نفس النظام، احنا متصورين الحضانه مكان يعني اكستريملي نويزي بصوره قد ايه، احنا مونيتورز شغاله على طول، الواحد لما بيقف فيه بس ساعتين ثلاثه يعني والله يعني التمريض بيصعب عليا، فما بالك البيبيز اللي مرميين جوه دول، وكمان محطوطين في الحضان، يعني محطوطين في صندوق مقفول بيعمل امبليفيكيشن فظيع للصوت، حاجه بشعه جدا. فموضوع برضو الساوند للاسف احنا مش مدينه طبعا حقه، والمفروض ان فيه يعني ليفلز معينه المفروض ان هي النويز يعني ما يعديهاش في الحضانه، احنا بنعديها بمراحل. فيعني برضو الحاجات دي كلها الانفايرمنتال موديفيكيشن دي هتقلل الايه الاستريس. The sound often occur at level and frequencies that disturb rest and sleep in neonatal patients. Efforts طبعا المفروض اللي احنا لو نقدر في طبعا يعني حضانات بتبقى جايبه الاير بروتكتور او الاير بلوكس ده، تمام، وده يعني انا بصراحه شايفه يعني مفيد جدا، لانه يعني فعلا الحضانه من الاماكن المزعجه جدا بالنسبه للاطفال، واي طفل المفروض ان هو يدخل حضانه ويقعد يعني اكتر من خمس ايام، ده المفروض انه يتعمل له هيرنج سكريننج. لو الهيرنج سكريننج ما بيتعملش يعني يونيفرسال لكل الاطفال في المكان اللي احنا شغالين فيه بالظبط. اللي بعد كده في حاجه اسمها الفاسيليتيتد تاكينج او الهاند سوادلينج.
الهاند سويدلينج او الفاسيليتيت التاجنج ده عامل زي الايه، زي الوضع اللي احنا شايفينه ده، اللي احنا حاطين زي هاند على بيبيز هيد، مش شرط هاند يعني، المهم اللي احنا يعني حاطين حاجه كده حوالين البيبي مخلينه في الفليكسد بوزيشن كده خلاص، كيبنج الاكستريميتيز فليكسد اند كونتيند كلوزد تو ذا ترانك بالمنظر ده. والانفانت نوت ريستريكتد، الانفانت يقدر يتحرك يعني، يقدر يتحرك يعني gently كده moving as needed. This technique has been successful in relieving the pain of endotracheal suction and the heel sticking. لو تخيلنا الوضع ده، الوضع ده يعني ايه الوضع ده؟ الوضع ده هو نفس الوضع البيبي في الرحم يعني، almost البيبي كان في الفليكسد بوزيشن ده خلاص، in utero in utero. والكلمه دي ما اعرفش انها قبل كده ولا لا، بس يعني we should deal with the newborn as an exteriorized fetus not as a small child او small adult. كمان في ناس بيعملوكها small adult عادي ولا فرق معاهم، لا هو exteriorized fetus، خصوصا لو preterm كمان. exteriorized fetus يعني ايه؟ يعني fetus بس طلع بره، fetus بس طلع بره. الفيتس كان مبسوط ومستريح ومتهني اخر حاجه في الايه، في اليوترس بتاع مامته، وواصل له الغذاء بتاعه متدفي ومبسوط ومبسوط جدا وبتاع. الوضع ده رجعه تاني لإيه؟ لنفس الوضع اللي هو كان فيه مبسوط ومتطمن ودافي فده فكرة الفاسيليتيتد تاكينج خلاص، أو الهاند سوادلينج بالمنظر ده. دي برضو صعبة؟ لا مش صعبة خالص، مش محتاجة أكتر من إيه البتاعة ديت اللي هي تتحطه دي، ممكن تتعمل حتى يعني، مش لازم إيه، مش لازم حاجة معينة، ممكن بالملايات أو بتاع ممكن نعملها احنا مع نفسنا. طبعا ده الايفكت دي ستادي اوف فاسيليتيتد تاكينج، زي ما احنا قلنا هي بتقلل الايه، بتقلل البين في هنا كاتبين في الفاكسينيشن، وقبلها هنا كان في الاندوتراكيال ساكشنينج والهيل ستيك، يعني ليها فايده في حاجات احنا بنعملها على طول بالنسبه للاطفال. اللي بعد كده هو السكين تو سكين كونتاكت او الكانجارو كير. طبعا الكانجارو كير والسكين تو سكين ده حاجه يعني عظيمه جدا وفوائدها كتيره جدا، ما ينفعش نتكلم عنها في سلايد واحده، بس هي القصه طبعا هنا اللي احنا حاطين البيبي unbeard تمام naked يعني على الايه، على السكين بتاع مامته على طول، وممكن بس يبقى لابس الدايبر وطاقيه او حاجه، وطبعا على وبرده ورم بلانكت علشان ما يبردش طبعا. فالمجرد الكونتاكت ده بيطلع انزيمز وهرمونز ريليزد ديورينج الاس تي اس اللي هو السكين تو سكين، فده بيزود البين ثريشولد، بيخليه ما بيحسش بالبين ثريشولد زي الايه، زي العادي. السكين تو سكين كونتاكت او الكانجارو كير يعني برده جميل جدا وممتاز جدا، بس ده طبعا احنا اساسا يعني ما عندناش يعني فاميلي سنترد كير قوي يعني، ما بندخلش الاهل معانا في الكير بتاع الاطفال، بالعكس ده احنا يعني ممكن نبقى محددين لهم ميعاد زياره ومش عارف ايه، ما يعني ما بنسمح لهمش يدخلوا، ولو دخلوا ما ينفعش لهم يلمسوا البيبي او يشيلوه او الكلام ده، الكلام ده برده ما هوش صح، الكلام ده ما هوش صح. الدكتوره اسماء السيد بتقول ده المفروض كونتاكت، طيب في الحضانه اللي الممرضه الممرضه اللي تعمله كل قد ايه؟ لا طبعا هي الممرضه ما اقدرش اقول الممرضه تعمله يعني، الممرضة وخصوصا في مصر هتلاقيها شايلة مثلا 8 حالات 10 حالات، فما عندهاش وقت أصلا ترضع، مش عندهاش وقت تعمل كانجارو كير. ده زي ما قلت ده محتاج family centered care، محتاج إن الأهل يبقوا included معانا في الكير بتاع البيبيز بره. الكلام ده بره في أوروبا وأمريكا، ويعني معرفش موجود في يعني فين في الوطن العربي، إن الأهل يدخلوا معانا في الكير. هناك الأهل ممكن يحضروا المرور، مش بس إيه كير، بيحضروا المرور يعني بيشاركوا في الكير، ممكن البيبي يبقى على جهاز تنفس صناعي وبرضه بنعمل له كانجارو كير عادي جدا، مفيش مشكله خالص. ده يعني فيها حاجات بسيطه جدا بس بتفرق جدا مع البيبي في الاوتكم بتاعه، واحنا للاسف ما يعني ما بنهتمش بيها او ما بنعملها. وهو اي حد ممكن يعمل سكين تو سكين، بس الماكسيمم بينيفيت هتبقى منين؟ الماكسيمم بينيفيت ان هو مش بس سكين تو سكين، مجرد سكين تو سكين لا، ان الام نفسها سبحان الله بتدي مش بس يعني مش بس سكين تو سكين كونتاكت فيزيكالي، لا يعني بتطلع سبحان الله هرمونز، بتطلع حاجات غريبه كده، الام دي حاجه ثانيه خالص سبحان الله. والبيبي زي ما قلنا برضو ده اكستيريورايزد فيتس، مع الام هيحس بنفس الاحساس اللي كان حاسس بيه وهو ان يوترو وهو في الرحم تمام، كان بيسمع اصوات الانتستينال ساوندز بتاعتها، ضربات قلبها، الحاجات ديت سبحان الله الحاجات دي بتفرق جدا. ايه اللي هيفرق في حاجه زي كده؟ هيفرق ايه؟ الاسترس. البيبي بالمنظر ده هيبقى ستريسد؟ لا طبعا، خلاص هو اطمن، هو رجع تاني لايه، لحضن مامته واطمن وبتاع. هنا طبعا ده في الاستادي ديت بيقول لك الايفكت اوف كانجارو كير والاورال ساكروز على البين البريماتيور انفانس، فهنشوف هنا ان تقريبا البينيفيت بتاعه الكانجارو كير تقريبا زي الساكروز، لا كمان ديت ممكن تبقى احسن منها. هنا شايفين الايه البي اي دي بي اللي هو البين سكور في البري تيرم بيبي خلاص، مع الكانجارو كير احسن كمان من الاورال ساكروز يعني كان اقل. وهنا الهارت ريت برضو
يعني في الايه مع الاورال ساكروز ومع الكانجارو، يعني الاثنين برضو قريبين من بعض. اللي بعد كده في النون فارماكولوجيكال مانجمنت اوف بين اللي هو السوادلينج. السوادلينج طبعا كلنا عارفين اللي هو ايه، اللي احنا يعني نلف البيبي او نغطي البيبي، تمام، يعني نربطه كده، مش نربطه طبعا، بس يعني ايه زي نلفه تمام ببطانيه او بحاجه، ونخلي جسمه كله ايه يعني الليمز بتاعته الاكستريميتيز بتاعته ان كونتاكت وذ هيز بودي. وبرده السوادلنج ده قريب شويه من موضوع اللي هو برده الانيوترو، البوزيشن انيوترو خلاص. والسوادلنج برده له تاثير ممتاز جدا، وهنا الاستادي ديت كان معمول فيها الايفكت بتاع الباسيفاير والسوادلنج في البريماتيور انفانت سكورز والهارت ريت الاثنين مع بعض. يعني هنا اللي هو حاطط الاثنين مع بعض، الباسيفاير مع السوادلينج، وطبعا الايفكت بتاعهم اكيد يعني كان جيد جدا. واحنا دايما لما نعمل كومباينيشن للنون فارماكولوجيكال مانجمنت يعني نحط حاجات مع بعضها فالايفكت بيبقى احسن كتير. بس طبعا التايت سوادلينج يعني لو ربطنا جامد قوي على البيبي وبتاع ده ممكن يزود الانسيدنس بتاع الايه الدي دي اتش اللي هو ديفلوبمنتال ديسبليزيا اوف ذا هيد. بعد كده النون نيوتريتيف ساكينج. الساكينج ده مجرد الساكينج ده له كالمينج ايفكت على البيبي يعني ممتاز جدا، من الحاجات الفيري سيمبل والفيري ايفكتيف النون نيوتريتيف ساكينج. يعني هنقول السكين تو سكين ازاي والبيبي فنتليتد او مش عارف الام مش موجوده، او احنا هنركب له مثلا بيك لاين او بتاع، ازاي اصلا هنعمل الحاجات دي والام النون نيوتريتيف ساكينج، مش اكتر من نون نيوتريتيف ساكينج بتاع ده، بس يفاير في بقه وخلاص ويمص فيه، بسيطه جدا والايفكت بتاعها رائع جدا خلاص. زي ما احنا هنا شايفين مع الايه مع الهيل ستيك الايفكت بتاع النون نيوتريتيف ساكينج على الهارت ريت وعلى البين سكور تمام واضح جدا، وفرق كبير مش فرق صغير. شوفوا هنا الفرق قد ايه على نون نيوتريتيف ساكينج بس. طيب لو حطينا بقى مع ايه مع النون نيوتريتيف ساكينج ده شويه سكر، هنا الكلام طبعا هنا على السكروز، بس هو اي شجري خلينا نتكلم على السكروز الاول. السكروز 24% has mild analgesic effect. الميكانيزم اوف اكشن اورال ميديتد انكريس في الاندوجينس اوبيويدز، يعني هو بيطلع ايه شويه اوبيويدز، بيعلي الاوبيويدز اللي هي زي المورفين وبتاع انترنالي جوه الجسم. الانالجيزيك ايفكت بتاعنا تقريبا 5 دقائق ل8 دقائق، وده برضو رقم جيد تمام، يعني هينفع جدا في الشورت بروسيديورز. المفروض ان احنا لو هنستخدم الاورال ساكروز فندي على الاقل ربع الدوز قبل دقيقتين من بدايه البروسيديور، قبل دقيقتين ندي ربع الايه ربع الكميه. الكميه دي اللي هي قد ايه اصلا؟ السكروز بصراحه مالوش اوبتيمال دوز، علشان ما نكدبش يعني مفيش اوبتيمال دوز للسكروز، فدي يعني حاجه ممكن يعني نمشي عليها اللي هي تحت 32 اسبوع. لو انت هتدي دوزز يعني فريكوينت دوزز تمام، فممكن نبدا ب 0.05 او حتى 0.1 ملي. لو هي مره واحده بس هتديها، هتعمل مثلا بروسيدور وهتدي مره واحده مش هتمشي عليه ريجولار، يبقى ممكن اب تو 2.2 في ال 32 اسبوع، يعني الارقام هتعلى اكتر شويه. والماكسيمم دوزز هنا زي ما احنا شايفين تحت 32 1 ملي، وفوق 32 ممكن 2.5 ملي، وبعدين في الفول تيرم 5 ملي، وفي الانفانت حتى برضو ممكن نستخدم 5 ملي، او لو فوق 3 شهور كمان 10 ملي. فده يعني جدول تقريبي، يعني نقدر نقول لو تحت 32 استخدم 0.1 ML. الفريكوانسي بتاعنا ممكن نستخدم يعني كل 4 ساعات خلاص. الماكسيمم دوز بتاعتنا في اليوم ما تزيدش عن 1 ملي. ليه؟ هي ايه المشكله بتاعه السكروز؟ المشكله بتاعه السكروز زي ما احنا شايفين هنا المالتيبل دوزز اوف سكروز بتخلي النيورو ديفلوبمنتال اوتكم ممكن يبقى اسوء، بس ده مع الفيري هاي دوزز، يعني اكتر من 10 دوزز اوفر 24 اورز، فيعني مش ما اعتقدش ان احنا نوصل للرقم ده. فزي ما احنا قلنا ممكن نستخدمها Q4 او Q6 اورز، والدوز بتاعتنا لو تحت 32 طبعا ما نستخدموش في الاكستريم بري تيرم بيبيز يعني تمام، ممكن نستخدم 0.1 ملي تمام كل 4 أو 6 ساعات. زي ما احنا شايفين هنا كده بتتحط السكروز ده على زي قطنه خلاص، والبيبي يمصها بالمنظر ده. يعني البيبي احنا دلوقتي عملنا حاجتين اللي هو النون نيوتريتيف ساكينج مع الايه مع السكروز. او لو البيبي مثلا يعني ما يقدرش اللي هو ما فيش مثلا عنده ساكينج باور بارالايزد واخد مصر ريلاكسنت او بتاع، ففي الحاله دي ممكن ننقط له على ايه على لسانه، ننقط له على لسانه اللي طبعا مره كنا كاتبين السكروز للعيل، فالممرضه بتديه بالاو جي تي علشان البيبي ما كانش بيرضع وعلى ميكانيكال فنتيليشن وبتاع ومركب او جي تي، فكانت فدته بالاو جي تي، فطبعا ملوش اي افكت تمام. هو الافكت بتاعه ايه؟ الافكت بتاعه اللي هو يتاخد لوكالي. في كونترا انديكيشن للسكروز طبعا، في كونترا انديكيشن للسكروز اللي هو لو في عندنا كربوهيدرات ميتابوليزم بورن ايرورز اوف كربوهيدرات ميتابوليزم زي فركتوز او سكروز انتوليرانس. النك فيه كلام
تمام؟ يعني هل النقطتين دول هيفرقوا ولا لا؟ ممكن يفرقوا. ليه؟ لان الاوزمولاريتي بتاعت السكروز عاليه. هو السكروز ده اصلا عباره عن ايه؟ السكروز ده عباره عن فركتوز وجلوكوز 50-50، الفركتوز 50% والجلوكوز 50%. والفركتوز اللي هو سكر الفاكهه دوت بيبقى بيبقى يعني مور سويتي عن الجلوكوز، بس مشكلته الاوزمولاريتي بتاعته عاليه. والاوزمولاريتي الحاجات اللي هي الاوزمولاريتي بتاعتها عاليه في حاله نيك طبعا ممكن يعني تورس الكونديشن، تمام، مش تحسن المصل. الريلاكسد نيونيت والانفانت يعني مش هتفرق قوي بصراحه، علشان احنا يعني ما بنديش كميه كبيره، هي نقط، ويعني بيحصل لها غالبا ابزوربشن في الاورال ميوكوزا وخلاص، تمام. طيب طبعا هنا يعني في دراسات كتيره جدا 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 معموله على موضوع السكروز، خلاص الايفكت بتاعته هو طبعا فيري ايفكتيف، خلاص في بس مش فيري افكتيف في حاجات المايلد، مش في الحاجات اللي هي الايه يعني السيفير او السيفير اللي بينفول، مش هتبقى طبعا افكتيف، بس في المايلد ليها افكت كويس جدا، خلاص زي الهيل لانس مثلا، خلاص الانترا ماسكولار انجكشن، الحاجات ديت بتجيب نتيجه والفيني بانشر والحاجات دي بتجيب فيها نتيجه ممتازه جدا. طيب ما عندناش سكروز، ممكن نستخدم جلوكوز بدل السكروز؟ الفكره زي ما احنا قلنا ان هي حاجه سويتي، هي حاجه سويتي. هنا زي ما احنا شايفين كده ان تركيز الايه ال 1 مللي، خلينا في ال 1 مللي من السكروز بيبقى فيه 240 مللي جرام سكروز، يعني حوالي 120 مللي جلوكوز و120 فركتوز، 120 جلوكوز و120 فركتوز. لو 1 مللي من الجلوكوز 10% في كام؟ في 100 مللي جلوكوز، لو ديكستروز 10% تمام، في 1 مللي جلوكوز، خلاص. لو 25% هيبقى فيه كام؟ لو 25% هيبقى فيه 250. لو 1 مللي من 10 في 100 يبقى ال 25 هيبقى فيه 250. 250 يعني تقريبا زي مين؟ زي السكروز، تمام؟ نفس التركيب تقريبا، 240 سكروز هيبقى 250 تقريبا جلوكوز. احنا قلنا طبعا ان الفركتوز يعني احسن من الجلوكوز شويه، بس هل ده يبقى ايفكتيف ولا لا؟ طبعا ينفع، تمام؟ لو ما عندناش فركتوز ممكن نستخدم الجلوكوز. هنا كاتب 25% وده طبعا الافضل، بس هنا زي ما احنا شايفين الايه؟ ان الاثنين provide comparable analgesia during the heel lance and preterm unit. يبقى لو ما عندناش فركتوز 24 ممكن نستخدم جلوكوز 25%، ما عندناش 25 ممكن نستخدم 10% او 12.5%. يعني ممكن طبعا احنا يعني ايام زمان كنا بنعمل ايه واحنا بنعمل اي حاجه بنقول للممرضه ايه، حط له بس قطنه بجلوكوز في بقه، صح؟ فطبعا هو ممكن يعني مش هيقول لا، بس زي ما احنا قلنا كده الكونسبت بتاعنا بس الكونسنتريشن اقل، فمحتاجين ندي فوليوم اكبر، تمام؟ فمع يعني الكومبليكيشنز ممكن تبقى اعلى، بس لو ما عندناش هنستخدمه طبعا. هنا نفس النظام زي ما احنا قلنا، موضوع بقى اللي احنا ندخل حاجتين في بعض. هنا مثلا بنتكلم على ساكلينج وسكروز انديوز انالجيزيا في الهيومن نيو بورن، وطبعا الايفكت بتاع الاثنين مع بعض. فزي ما احنا شايفين هنا الايفكت بتاع الاثنين بقى اللي هو السكروز مع الباسيفاير، تمام، اللي هو يعني اوطى واحد خالص، ده ايفكته سحري. ده يعني العكس البيبي مش بس ما حسش، لا ده الهارت ريت بتاعه قل كمان، يعني مع البروسيدور يعني زي ايه عمل دماغ شويه مع الحاجات اللي احنا استخدمناها، خلاص. طبعا البريست فيدنج، يعني البريست فيدنج ده ما ينفعش فيه محاضره ولا محاضرتين، يعني البريست فيدنج ده يعني هو البيست ثينج، تمام، للنيو بورن هو البريست فيدنج، تمام. حتى البيبي الكريتيكال، حتى البيبي الكريتيكال احنا شايفين بيبي ده، طبعا ده كان حاجه زي البتاع ده كان بيستخدم سيباب ايام زمان، تمام، قديم قوي البتاع ده، بس زي ما احنا شايفين هنا البيبي ممكن يتحط على البريست حتى وهو على الريسبيراتور سبورت بالمنظر ده. طبعا يعني احنا لو حطينا البينفيتس بتاعت السكين تو سكين مع النون نيوتريتيف ساكينج مع السكروز مع هنا كمان لو حطينا بقى سوادلينج او بتاع ده يعني البوزيشننج، كل ده مع بعض البريست فيدنج هيجيبهم كلهم مع بعض. البريست فيدنج طبعا از ذا بيست ثينج ايفر في كل حاجه، بس المشكله في ايه؟ عشان برضو ما يعني ايه ما نبقاش بنتكلم في كلام يعني مش عملي، ان الموضوع ده صعب اللي احنا نعمله، يعني صعب مثلا الام ترضع وهي واحنا مثلا عايزين ايه؟ عايزين نعمل له بروسيدجر، او هي اصلا ترضع اساسا، يعني احنا عارفين عندنا في الايه؟ يعني في العالم العربي وكده موضوع ان يعني الرضاعه المكشوفه صعبه وبتاع، تمام؟ فالبريست فيدنج الابلكيشن بتاع البريست فيدنج ممكن يبقى هو شويه ايه صعب، بس طبعا البينفيتس بتاعتها يعني عظيمه جدا جدا جدا. المالتي سنسوري ستيميوليشن، مالتي سنسوري ستيميوليشن او اسمها الثاني سنسوريال ساتوريشن، اللي احنا نعمل يعني ساتوريشن لاكثر من حاجه مع بعض، برضو نفس الفكره بتاعه الكومبايند ايفكت اللي احنا قلنا عليه. هنا مثلا بيقول لك ايه في الاستادي ديت عملوا ايه؟ دي في ايطاليا تقريبا، ايوه، lying the infant on his side legs والarms flexed، يبقى ايه البوزيشننج اللي هو ايه اللي احنا قلنا عليه الفاسيليتيتد تاكينج، looking the infant in the face close up، بص له في عينه
مساج، الدكتوره اللي كانت بتقول المساج، speaking to the infant gently، نتكلم معاه او نشغل له يعني حاجه جنبه، صوت ميوزك او كذا، letting the infant smell، يا سلام ده ناس عندها كير، يعني هي بتفكر في البيبي، ريحه حلوه جنب البيبي او ريحه امه، الريحه اللي متعود عليها، مع 10% جلوكوز on the infant's tongue. يعني شوفوا مش بس حاجه واحده ولا حاجتين بل ثلاث، تمام، يعني حاجات كتيره، واحنا شايفين الايفكت بتاعها عامل ازاي في البي اي بي بي سكور، اقل حاجه اطلاقا. هنا طبعا في اول واحد ده كنترول من غير اي حاجه، رقم اتنين ده اورال جلوكوز مع ساكنج بس، يعني برضو كومبايند، بس هنا بقى الحاجات دي كلها مع بعض، شوف السكور عامل ازاي، يعني حاجه ما شاء الله. بعد كده طبعا الايه الساكنج لوحده والاورال جلوكوز لوحده كلهم ايفكتيف طبعا، يعني كنترول لوحده فوق والباقي كله تحت، بس الكومبايند ايفكت اللي هو السنسوريال ساتوريشن ده يعني ممتاز جدا. هنا الايفكت اوف اوديتوري انترفينشن، الاوديتوري انترفينشن الاستادي ديت هم عملوا 3 اوديتوري انترفينشنز، الوايت نويز والريكويدد ماذرز فويس والميني مافس. الوايت نويز ده اللي هو ايه، كان في دكتور اسمه كان دكتور بارك، هارفارد بارك او حاجه زي كده، كان عامل نويزز كانت موجوده على اللي موجوده على الانترنت، كنت حاططها في السلايد برضو بس ما مش عارف الاصوات مش شغاله، فاللي هي الاصوات اللي كان بيبي بيسمعها برضو ان يوترو، هو صوت عامل زي صوت ايه زي صوت الهارت ريت بتاع مامته كده، والريكوردد ماذرز فويس اللي احنا نسجل صوت الام ونسمعه له، والميني مافس، الميني مافس اللي هي الاير بلوكس اللي احنا قلناها في كام سلايد فاتوا، الميني مافس دي الايفكت زي ما احنا شايفين كده. الكونكلوجن اوديتوري انترفينشنز يوز ديورينج هيل لانس، اللي هي حاجه احنا بنعملها تقريبا يعني كل ساعتين ثلاثه للبيبي، تمام، اللي هي شكه الايه الشكه في كعبه ديت علشان نشوف السكر علشان ناخد عينات بتاع، ريديوس البين اند انكريز ذا كومفورت اوف ذا بريماتور انفانتس. واكثر حاجه كانت ايفكتيف الوايت، تمام، الوايت نويز از اكستريملي ايفكتيف يا جماعة، البيبي is an exteriorized fetus، هو كان نفسه اللي هو يكمل حياته جوه، يعني ده كان أحسن. خلاص ده طبعا الإفكت زي ما احنا شايفين الكنترول هو يعني أوحش واحد فوق خالص، وبعدين الايه الوايت نويز هي البيتر أو البيست وان، والميني مافس اللي احنا نسد له خالص، والمذرز فويس يعني على حسب المذرز فويس يعني ممكن يبقى فيها variation شوية، خلاص، والكنترول فوق خالص. يبقى ده برضو حاجة بسيطة جدا بس حاجة very very effective. تصوروا بقى احنا بنعمل العكس، العكس اللي هو ايه، احنا يعني بنعمل البيئة بتاعتنا في الان اي سي يو، واحنا عندنا في المركز نفس النظام، يعني ما بقولش اللي احنا عندنا حاجة يعني افضل كتير، لا، برضو very noisy، alarming systems شغالة ما بتبطلش، خلاص بنتكلم كلنا، تليفونات ممكن ترن، مش عارف الراوند، حاجة بشعة جدا، تمام. حاجات الحاجات دي هل هي صعبة التنفيذ؟ الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي، تمام، هل هي صعبة التنفيذ؟ لا مش صعبة التنفيذ. طبعا ده جهاز اسمه الايه، اسمه الباسيفاير اكتيفيتد لولاباي، احنا كنا عملنا عليه بوست من فترة طويلة في الصفحة، خلاص ده زي ما احنا شايفين برضو بيعمل كومبايند افكت، اللي هو ايه اللي هو الباسيفاير اهي، تمام، البيبي يقعد يمص فيها والجهاز لما البيبي يمص يطلع ميوزك، يا سلام حاجة كده روقان، يعني ده طبعا له افكت برضو ممتاز جدا، والبيبي اصلا يعني هو بيحب كده، يعني بيعمل ايه، بيعمل ساكنج علشان يطلع الميوزك. في الاستادي ديت كان هي طبعا مش استادي واحده، هو ادي واحده اثنين ثلاثه، يعني اكتر من استادي كانت معموله على الايفكت اوف ذا ساوند اوف قران اون بين ليفل في النيونات ديورينج انفيسيف بروسيدجر، عملوا ايفكت، عملوا دراسات على صوت القران، حتى القران بيعمل ايفكت يعني له سيديتيف ايفكت على البيبي، تمام، وبيحسن الايه الفيسيولوجيكال برضه ريسبونس للبيبي، وديكري يعني الريديوسنج الاكسبوجر تو ذا ريسك اوف ديكريز اوكسجين ساتوريشن واسوشيتد كومبليكيشنز. حتى القران حتى القران، حتى يعني طبعا ما دورتش، بس حتى لو مثلا حاجات تانية يعني في الديانات التانية او حاجه اللي يبقى ليها ممكن ايفكت، اعتقد هيبقى ليها برضه نفس الايفكت. الفكره كلها في الايه في الكير، اللي احنا بدل ما نخلي البيبي يعني عرضه ليه زي ما قلنا very painful very noisy very stressful environment، سواء بالنور سواء بالفويس سواء كذا سواء كذا، نعمل العكس، نحط نفسنا مكانه ونشوف احنا لو مكانه نحب ايه، يعني لو اتصرفنا بالطريقه ديت الموضوع هيفرق جدا. طيب هندخل دلوقتي ان شاء الله في اخر حاجه في المحاضره، الفارماكولوجيكال مانجمنت اوف بيبي. هنبدا الاول بالحاجات اللي هي الايه التوبيكال واللوكال. التوبيكال طبعا انستيزيا اهم اثنين اللي هو الاملا والتتراكين جل. الاملا ده بيبقى ميكشر من الليدوكين والبريلوكين، خلاص، وده معظم ده يعني موست كومنلي يوزد اند ستادد اللي هو الاملا دوت، ويعني بوجه عام نتائجه معقوله جدا. والتاني اللي هو التتراكين، مشكله الاملا اللي هو يعني احيانا ممكن في ستادز بتقول اللي هو موضوع الميثيوموجلوبينيميا، وان كان مش يعني مش ما شفناهوش بصراحه قوي، وممكن برضو يعمل ترانزيانت سكين راش، واحيانا توكسيسيتي في البريماتيور،
بس هي القصة اللي يعني البراكتيكال بقى، ان علشان نستخدم توبيكال المفروض اللي انت تستخدمه قبل ما تبدأ العملية، قبل ما تبدأ البروسيدور اللي هتعملها بنص ساعة او ساعة، يبقى حضرتك عايز تركب له كانيولا مثلا او لاين او حاجة، يبقى المفروض اللي انت هتحط الاملة قبلها بنص ساعة او ساعة قبل ما تبدأ تشتغل. فده ممكن نعمله طبعا لو مثلا الحاله ما هيش كريتيكال، ما هيش ايرجنت، مثلا هنركب له مثلا بيك لاين مثلا او سنترال لاين او بتاع خلاص، وهو دلوقتي اوريدي في لاين، فيعني ممكن يستنى معانا شويه، فممكن نستخدم التوبيكال في الحاله ديت ونصبر عليه نص ساعه او ساعه وبعدين نشتغل. والانالجيزيا دي هتاخد تقريبا حوالي ساعه لساعتين خلاص، فديت برضو ممكن نعملها تمام في الحاجات اللي هي مش يعني مش ايرجنت. اللوكال انستيزيا برضو ممكن نستخدمها زي الليدوكين خلاص، والدوز بتاعته تقريبا 0.3 ام ال لكل كيلو من ال 1% سوليوشن، وبرضه من الحاجات اللي ممكن تستخدم في الشست تيوب مثلا انسيرشن او في ال بي قبل مثلا ما نعمل ال بي او حاجه، برضه ممكن نستخدم ايه الموضوع اللوكال. وبرضه طبعا السيركمسيشن ده من الحاجات اللي يعني المفروض ان احنا نستخدم فيها لوكال كتير هنا طبعا، اللي بيركب ارتيريال لاين برضه موضوع اللوكال انستيزيا فيه كويس. اللوكال انستيزيا مش محتاجين يعني الوقت كل الوقت اللي احنا قلنا عليه بالنسبه لل التوبيكال. السيستميك اساسا هم ثلاث مجموعات، الاوبيويد والنان اوبيويد والسيداتيف. الاوبيويد والنان اوبيويد دول اساسا انالجيزكس، وفهمنا الفرق دلوقتي، او اي هوب ان الدنيا تبقى واضحه ان الانالجيزكس غير السيداتيفز. انالجيزكس بنتكلم في بين، السيداتيفز بنتكلم في ستريس. فالاوبيويد ايجنتس طبعا المورفين والفنتانيل والاذرز. برضو يعني المورفين طبعا هو ده يعني على راس القائمه كلها، هو المورفين. برضو يعني كام واحد فينا بيستخدم المورفين؟ اعتقد انه للاسف برضو يعني في مصر اعتقد استخدام المورفين مش منتشر قوي. الفنتانيل دلوقتي هنشوف المقارنه ما بينهم، النان اوبيويد زي الاسيتامينوفين والنان ستيرويدال انتي انفلاماتوري، والسيداتيف زي البنزودايزيبينز والكلورال والكيتامين وغيرهم. بالنسبه للاوبيويد، السيستميك ثيرابي وذ اوبيويد ده طبعا المين ستي اوف تريتمنت فور سيفير بين ان هيومنز بما فيهم النيونات. الاوبيويدز طبعا هي المين بين كيلر في كل الاعمار، كل يعني الايه الاعمار مش بس في النيونات. الكونتينوس طبعا انفيوجن هو الايديال علشان يعني كنترول البين، والانترميتنت دوزز طبعا كان بي جيفن بدون شك. الالترناتيف مودز اوف ادمنستريشن يعني هل ممكن ندي الاوبيويدز بطريقه ثانيه؟ القصه زي ما احنا قلنا ان في ثلاث انواع من البين خلاص، الاكيوت والبرولونجد والكرونيك بين. ففي الحالات الكرونيك احنا ممكن نستخدم الترناتيف مودز اوف ادمنستريشن، يعني في حالات مثلا نيونيتال ابستنس سندروم دلوقتي الكونسبت اللي احنا ممكن الاطفال دي تطلع تروح في البيت على الايه على الميديكيشنز، ونعمل ويننج للميديكيشنز في البيت علشان ما تطولش، تمام ما تطولش في القعده في المستشفى يعني خلاص. ففي الحاله ديت مش هتطلعه طبعا على اي في انفيوجن او بتاع، ففي يعني الترناتيف مودز زي مين سبكوتينس تمام انفيوجن، زي الايه زي الاورال، زي النيزل فنتانيل، ترانسديرمال برضو في فنتانيل، والريكتال روتس، يعني في حاجات تانية. بس الافيكاسي طبعا بتاعتها السيفتي والإفكاسي يعني لسه يعني محتاجة برضو فارثر ستاديز عليها، هل هي الروتس دي سواء سبكوتينس ولا النيزل ولا الترانس ديرمال، هل هي very يعني effective as the oral أو الاي في؟ لسه طبعا محتاجة دراسات، بس الكلام ده ينفع في الكرونيك بين يعني أكتر. طبعا السايد إفكس بتاعت الأوبيويد كلنا عارفينها، من أهمها respiratory depression والتوليرانس والديبندنس، يعني المصيبتين الكبار جدا في الاوبيويدز التوليرانس والديبندنس، والالتريشن في الشيست والكومبلاينس خصوصا مع الفنتانيل، وديكريز الجي اي موتيليتي تمام، ودي برضو مشكله كبيره مع المورفين اكتر، واليورينري ريتينشن برضو مع المورفين اكتر. طبعا الاثنين الكبار قوي اللي هو المورفين والفنتانيل، المورفين والفنتانيل برضو يا ريت يعني لو برضو تكتبوا لنا في الشات مين فيكم بيستخدم المورفين، مين فيكم بيستخدم الفنتانيل، واحنا بنتكلم عادي شغالين يعني. المورفين طبعا ده طبيعي، ده ناتشرال اوبيويد، اما الفنتانيل ده سينثيتك اوبيويد. مين فيهم اقوى، الفنتانيل ولا المورفين؟ لا الفنتانيل اقوى ب 100 مره تقريبا، الفنتانيل اقوى من المورفين، والفنتانيل اسرع من المورفين. الفنتانيل معاه رابيد اونست اوف اكشن، علشان كده الفنتانيل في الحاجات الايه يعني على الشورت تيرم احسن من المورفين، بس نستخدمه كلونج على اللونج ران بقى. ايه بقى مزايا المورفين على الفنتانيل او العكس؟ ايه عيوب الفنتانيل بقى؟ يعني ليه احنا بنحب المورفين حتى لغايه دلوقتي المورفين احسن من الفنتانيل؟ ان الفنتانيل معاه مور توليرانس. يعني ايه توليرانس؟ توليرانس يعني نفس الدوز اللي احنا بنستخدمها ما عادتش افكت، كل شويه انت محتاج تعلي الدوز. والعكس الويذدرول، يعني لما تيجي تسحب الفنتانيل تحصل كومبليكيشنز، تحصل الويذدرول سيمتومز. فعلشان كده الفنتانيل مش حلو ك على اللونج ران. يعني ايه لو مثلا حضرتك هتمشي على انفيوجن خلاص،
فالاحسن اللي انت تمشي على مورفين مش على فنتانيل، تمام؟ ليه؟ علشان زي ما احنا قلنا كده الايه الكومبليكيشنز التوليرانس والويدرول. لو عايز تدي مثلا ايه يعني حاجه بري بروسيديورز او حاجه، فالاحسن اللي انت تدي مين؟ اللي انت تدي الفنتانيل على اللونج ران. الفنتانيل ميزته في ايه؟ طبعا مور بوتنت على عيني وراسي، رابيد اونست اوف اكشن ممتاز جدا، بس التوليرانس بتاعه عالي والويدرول بتاعه عالي. الحاجه الثانيه والمشكله الكبيره قوي في الفنتانيل اللي هي دي، الفنتانيل هاز مينيمال تو نان سيداتيف افكت، يعني ما ملوش تاثير على الاستريس. يبقى انت لو هتدي فنتانيل يبقى انت محتاج ان انت تدي حاجه ثانيه ايه سيداتيف، زي الدورميكان مثلا او زي الكيتامين او غيره، خلاص. فدي برضو ميزه كبيره جدا 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 للمورفين اللي هو له مودريت سيديشن افكت. يبقى حضرتك ما انتش محتاج تدي ايه، تدي حاجتين، تمام؟ لا، استخدم المورفين ده زي الفل. يبقى less tolerance less withdrawal moderate sedative effect، روعه. المورفين احسن بكتير جدا من الفنتانيل. الفنتانيل حلو امتى؟ الفنتانيل حلو امتى؟ الفنتانيل حلو لو لما زي ما قلنا في الشورت تيرم افكت، خلاص. اللي طبعا المورفين بيعمل هايبوتنشن وبيعمل يوريناري ريتنشن محترم جدا، خلاص. اي بيبي ماشي على مورفين لازم ناخد بالنا من نقطه اليوريناري ريتنشن. ممكن تقول تلاقي الممرضه بتقول لك ده البيبي اوليجوريك، وتدي تقعد انت تدي له في فلويد وبتاع، وبعدين تلاقي البلادر بتاعته معديه الامبليك. الفنتانيل المورفين برضو بيعمل جي اي ديسموتيليتي رخمه جدا، تمام. ممكن جدا يبقى البيبي ايه عنده برضو فيدنج انتوليرانس، ونقعد احنا نفكر يمين وشمال وبتاع، وده نيك، لا ده مش عارف ايه، نغير الفورمولا، نعمل نخلي، وهي القصه كلها ان البيبي ماشي على مورفين. الفنتانيل من عيوبه بقى الفيتال، يعني اللي شافها ما ينساهاش ابدا، اللي هو الشيست وول ريجيديتي. احيانا كده مع الفنتانيل وانت بتدي الفنتانيل خصوصا لو بسرعه، تلاقي الشيست وول بقى حجر، تدي مهما تدي ببريشر، تدي تعمل، طبعا انت كده كده هتتيبه بدون شك، يعني انت هتحاول بالامبو باج من غير انتيوبيشن هتفيل، هتركب تيوب هتفيل، يعني برضو الموضوع هيبقى صعب جدا. الشيست وول ريجيديتي اللي بيعملها الفنتانيل هي نسبتها 4% بس بتبقى يعني غبيه جدا وصعبه جدا. ممكن حتى تحتاج ايه الحاله ديت ماسل ريلاكسنت علشان يعني تقدر يعني تلحق البيبي او يفك، تمام. فهي ديت مزايا المورفين وعيوبه، وهي ديت مزايا الفنتانيل وعيوبه. زي ما قلت انا لو هختار الفنتانيل على الشورت، وهختار المورفين على اللون. طبعا الدوزز يعني احنا ما بنحفظش دوزز، عندنا النيوفاكس مش محتاجين ان احنا نحفظ دوزز. طيب في طبعا حاجات تانية زي الريمي فنتانيل. ريمي فنتانيل ده مستر اللي هو يعني اسرع، والديجراديشن بتاعه برضو سريع، الديجراديشن بتاعه بسرعه، الهاف لايف بتاعته 3 دقائق، وما بيعملش توليرانس قوي، تمام، ما بيعملش توليرانس قوي. فدي ميزه الايه الريمي فنتانيل. الميثادون برضو بيستخدم اصلا اكتر في النيونيتال ابستنس ايه سندروم، يعني مش موضوعنا الاساسي النهارده. في برضو انواع تانية زي الميبردين والبوبرينورفين والانفنتانيل. يعني ايه اوبيويد توليرانس؟ احنا ماشيين على الاوبيويد زي ما قلنا اساسا، الفنتانيل او اكتر الفنتانيل على المورفين بيعمل توليرانس. توليرانس معناها ان احنا البرولونجد ادمنستريشن يؤدي الايفكت بتاعه يقل، يرجع تاني البين السليب ديستربد والانفنت بقى هاي بيتشد كراي تريمرز، اللي هي ايه اللي هي الساينز بتاعه الايه زي الويدرول برضو، خلاص، اللي هي البيبي خلاص ما عادش مستريح، تمام. يعني الاثنين هيبقوا تقريبا نفس الايه منظر الويدرول او الاندر مانجمنت اوف بين، خلاص. فالتوليرانس في الحاله دي احنا محتاجين نزود الدوز، تيبيكالي هنزود 10-20%، وبعدين نشوف السيمبتومز اخبارها ايه، تحسن ولا ما تحسنش، وبعدين بنبدا نسحب بالتدريج. وزي ما قلنا التوليرانس اكتر مع مين؟ مع الفنتانيل. هنا حاجه اسمها الاوبيويد سبيرنج استراتيجي. احنا زي ما احنا شفنا كده ان الاوبيويد ممتازه جدا وليها ايفكت فظيع وكل حاجه، بس السايد ايفكتس بتاعتها عاليه مش قليله. فكلمه الاوبيويد سبيرنج اللي احنا عايزين نحاول ما نديش اوبيويد على قد ما نقدر، بس مش على حساب البين مانجمنت. يعني ايه؟ احنا مش عايزين نعمل اندر مانجمنت للبين، عايزين ندي حاجات ثانيه تخلي البين كنترولد من غير ما ندي هاي دوز من الاوبيويدز. هي دي فكره البين الاوبيويد سبيرنج، خلاص. الاوفر يوز زي ما احنا قلنا هنا، دي برضو نقطه مهمه جدا على اللونج ران. بقى الاوبيويد على اللونج ران هتعمل ايه؟ مش بس بقى شورت، لا، ده على اللونج ران في ستاديز بتقول ان الاوبيويد اوفر يوز هيعمل لك بور نيورو ديفلوبمنتال اوتكم، بور نيورو ديفلوبمنتال اوتكم، ومنها كمان يعني حاجات الاوفر يوز بقى ممكن يدخل في ديث، برولونجد هوسبيتاليزيشن، ريسك اوف فيوتشر هابيتيويشن، خلاص. وفي ستاديز ثانيه بتقول الكلام ده لا مش صح، علشان برضو نبقى تو بي اونست يعني، خلاص. وزي ما برضو شايفين هنا الديلي، البيهيفيورال ديلي والكوجنيتيف والموتور ديليز، يبقى بور نيورو ديفلوبمنتال اوتكم كومبيرد وذ ذا بوبيوليشن نورمز. والبريماتيور بيبيز اكتر عرضه للموضوع ده كمان عن العاديين. فالاوبيويد سبيرنج زي ما قلنا، فكره الاوبيويد سبيرنج اللي احنا ما نستخدمش او نحاول ما نستخدمش
هاي دوزز من الاوبيويد ونستخدم بدائل، يعني بدل ما نستخدم مثلا الايه مثلا المورفين مثلا على يعني على هاي دوز خلاص على 20 مايك مثلا بير كي جي بير اور او حاجه، نستخدم اقل، نستخدم مثلا على 10 او على يعني 5 او بتاع خلاص، ونستخدم حاجات تانية نون فارماكولوجيك ايجنت ندخلها ونون اوبيويد ايجنتس زي الاسيتامينوفين والبريسيدكس والجابابنتين وغيرهم، ونستخدم اللوكال والريجونال انستيزيا. دي فكره الايه الاوبيويد سبيرنج. الباراسيتامول ممكن يستخدم اوبيويد سبيرنج، البريسيدكس اللي هو الايه الدكسميتوميتين ده برضو من الحاجات الكويسه جدا. طيب الاوبيويد والسيداتيف وينينج بوجه عام، طبعا الوينينج لما نيجي نوين الاوبيويد لازم نوين جراديولي لو استخدمناه فتره اكتر من خمس ايام. فزي ما قلنا احنا لو هنستخدم الاوبيويد لمده اكتر من خمس ايام المفروض ان احنا نوين جراديولي، يعني ما ينفعش ان احنا نوين ابرابتلي ابدا خلاص، يعني ده طبعا علشان الايه علشان الويدرول سيمتومز. اوكي علشان الويدرول ايه سيمتوم. فهنا زي ما احنا قلنا كده اللونج تيرم طبعا افكت of these agents on neurodevelopmental are not fully understood. زي ما احنا قلنا هو في studies بتقول ان في effect وفي studies تانية بتقول لا مش قوي، بس كده او كده يعني في side effects بدون شك خلاص. فاحنا على قد ما نقدر نحاول نتجنب البرولونجد يوز اوف الاوبيويد. والطريقه الوينينج خلاص ممكن برضو زي ما زودنا 10 20% فبرضه بنوين بنفس النظام 10 20% زي برضو ما بنعمل في حالات النيونيتال ابستنس سندروم. ممكن مثلا نوين يعني هم بيقولوا ممكن كل 8 ساعات، بس احنا يعني معلش هنخلي الاسئله في الاخر ان شاء الله. الوينينج يعني ممكن احنا يعني ممكن نوين حتى كل 24 او كل 48 ساعه باي 10% بالنسبه للاوبيويد. ممكن يبقى اسرع من كده لو مفيش اي withdrawal symptoms، ممكن طبعا نعمل weaning اسرع من كده للاوبيويد. طيب خلصنا من الاوبيويدز وهي الاساس المورفين والفنتانيل. الاسيتامينوفين بقى النون اوبيويد ايجنت زي الباراسيتامول. الباراسيتامول العادي يعني احنا معظمنا يعني يعرف عن الباراسيتامول اللي احنا بنستخدمه في النيونيت بس في حالات الايه البي دي اي اللي احنا ممكن نستخدمه كتريتمنت في البي دي اي، بس اكشوالي هو برضو ممكن يستخدم تمام كانالجيزك في النيونيت خلاص. كان الكونسبت قبل كده كان عندنا زي مسكونسبشن كده ان الميتابوليزم بتاعه وممكن يعمل هيباتوتوكسيسيتي ممكن ياثر على الليفر وبتاع، فعلشان كده ما كناش بنستخدمه كتير، بس الكلام ده مش صح تمام. هي القصه ان الكليرنس بتاع الاسيتامينوفين is slower than in older children في النيونيت الكليرنس ابطا، فعلشان كده الايه انت بتلاقي ان الدوزنج انترفال بتبقى اوسع، يعني الفريكوانسي بتاعه الباراسيتامول بتبقى اقل في الايه في النيونيت، بس هو الايه ما بيعملش هيباتوتوكسيسيتي خلاص بس الكليرنس بتاعه ابطا، فعلشان كده الفريكوانسي اقل. احنا في الاطفال ممكن نستخدمه كل 4 ساعات ل6 ساعات، في النيونيت لا بيبقى ايه الفريكوانسي بتاعه اقل من كده. الايفكت بتاعه في المايلد بين بعد السيركمسيشن ممكن في الحاجات البسيطه المايلد بين ممكن نستخدمه. البين مثلا وذ هيل ستيك ما ملوش تاثير، الباراسيتامول مش من الحاجات اللي ممكن تستخدم في الايه في الهيل ستيك او حتى في الار او بي اكزامينشن. ار او بي اكزامينشن برده من الحاجات اللي ايه البينفول والستريسفول للبيبي جدا تمام. الار او بي اللي هو رتينوباثي او بريماتوريتي اكزامينشن ده برده من الحاجات المهمه جدا طبعا. الاسيتامينوفين ما بيعملش طبعا ريسبيراتوري ديبريشن، دي من مزاياه ونو تولر وما بيعملش توليرانس اوكي، فده ممتاز جدا. فالباراسيتامول ممكن نستخدمه كانالجيزيك والباراسيتامول برضو من الحاجات اللي هي ليها اوبيويد سبيرنج افكت خلاص. يبقى احنا نبدا ندي باراسيتامول ادي باراسيتامول خلاص، ندي باراسيتامول كانالجيزيك اوكي، بس نبقى عارفين ان هو ما هوش يعني ايه ما هوش بيرفكت، وزي ما قلنا الدوزز بتاعته بتبقى شويه مختلفه. ده طبعا من النيوفاكس هنلاقي ان هم دايما بيدوا زي ايه زي لودنج دوز وبعد كده بيدوا الدوز الثانيه، يعني اللودنج دوز بتبقى اعلى شويه وبعدين الفريكوانسي هنلاقي ان الفريكوانسي هنا مثلا في البري تيرمز اللي هم 32 اسبوع كل 8 ساعات الفريكوانسي بتاعنا هتلاقيه كل 8 ساعات خلاص، لو اقل من كده كل 12 ساعه. فشايفين الفريكوانسي بس هو اللي ايه هو اللي مختلف، وطبعا ممكن يستخدم برضو ريكتالي والدوزز بتاعه الريكتال بتبقى اعلى شويه من الدوز بتاعه الاي في. وهنا طبعا الايفكت بتاع الانترافينوس باراسيتامول احنا قلنا طبعا اللي هو له ايفكت بس مش مفيد قوي في الايه في الحاجات اللي هي moderately او severely. بالنسبه للنون ستيرويدال مشكله النون ستيرويدال في السايد افكتس بتاعتها، هي طبعا النون ستيرويدال شغاله بايه اللي هي بتعمل انهيبيشن للسايكل اوكسجيليز انزيمز، بس مشكله الايه النون ستيرويدال في السايد افكتس بتاعتها اللي هي ممكن تعمل جي اي بليدنج، ممكن يعمل هيباتوتوكسيسيتي او ديكريز الرينال بيرفيوجن والسبلانكنج بيرفيوجن، ممكن تعمل بلاد ديسكريزيس وممكن تعمل سيفير سكن رياكشن. فالنون ستيرويدال ما تستخدمش في النيونيت قوي، حتى استخدامها دلوقتي في الكلوجر اوف باراسيتامول يعني الاندوميسيسن اولموست
يعني اوبسوليت، والايبوبروفين برضو يعني الاستخدام الباراسيتامول دلوقتي يعني طالع جدا عن الايه عن الايبوبروفين بالظبط. طبعا في حاجات تانية برضو غير الاثنين دول. فالنان ستيرويدال ما هوش من الحاجات الايه ما هوش من الحاجات اللي بنستخدمها قوي في النيونيت كانالجيزيك. بالنسبه للكيتامين، الكيتامين ده ديسوشيتيف انستيك وانالجيزيك with a short duration of action. البتاع الكيتامين ده ممتاز جدا، ليه اكتر من ميزه اللي هو زي ما احنا قلنا هنا، هو مش بس ايه انالجيزيك، لا ده كمان ديسوشيتيف انستيك، داز نوت كوز ريسبيراتوري ديبريشن، ما بيعملش ريسبيراتوري ديبريشن زي مين زي الاوبيويدز التانيين، وريرلي بروديوس هيمودايناميك ديبريشن، يعني حتى ملوش تاثير على الايه على الايه على البلاد بريشر، بالعكس ممكن يعني يزوده كمان سن. الكيتامين از ذا اونلي انالجيزيك ذات بروديوس انتنس سيديشن اند امنيزيا، يبقى انالجيزيك ديسوشيتيف انستيك وكمان بيعمل سيديشن وامنيزيا، يعني ممتاز جدا بروديوسنج برونكو دايلاتيشن برضو من الايه من الايفكت بتاعه الكيتامين اللي هو بيعمل برونكو دايلاتيشن، فيعني الايفكت بتاعه على على الريسبيريشن يعني احسن من وامبروفنج الهيمودايناميك بالظبط فانكشن، وممكن يزود البلاد بريشر شويه زي ما احنا قلنا. فالكيتامين دوت ممتاز جدا. مشكله الكيتامين في ايه؟ الدوز طبعا بتاعته من 1 ل 2 مللي بير كي جي اي في، والاكشن بتاعه يعني سريع الاونست، والديوريشن 15 ل 30 دقيقه، وده برضو ايه كويس ما هوش وحش، بس مشكلته في ان الايه برضو الاستاديز عليه في النيونيت مش كتيره، وان في كلام يعني كتير ان هو بيعمل نيوروتوكسيسيتي في البري تيرم بيبيز عنده، ممكن يعني يسبب سيفير نيوروتوكسيسيتي، فهي دي بس الايه المشكله بتاعت الكيتامين. غير كده الكيتامين رائع، الكيتامين رائع وممكن يستخدم، يعني طبعا هو محتاج فارثر ستادز بصراحه، بس الكيتامين ممكن نستخدمه حتى في الشورت تيرم، يعني ممكن نستخدمه في الحاجات برضو الايه كشورت تيرم دراج، هيبقى ممتاز جدا. الكلونيدين احنا طبعا بنتكلم بسرعه عشان طولنا بس شويه، الكلونيدين ده برضو من الحاجات اللي بنستخدمها في حالات النيونيتال ابستنس سندروم، تمام، الويدرووال وكده، وده سيلكتيف الفا 2 ادرينرجيك اجونست استيميوليت الايه الاكتيفيشن اوف انهبيتوري نيورون، فبيقلل السيمباثيتك ايه مانيفيستاشن. فديورنج الاوبيويد والدرول احنا ممكن نستخدم مين؟ نستخدم الكلونيدين. فالكلونيدين استخدامه الاساسي في النيونيتال ابستنس سندروم، وبرضه في ناس كانت بتستخدمه كانالجيزيك، بس الاستاديز ما بت يعني ما فيش ريكومنديشن لاستخدام الكلونيدين كانالجيزيك سواء في الميكانيكالي فنتليتد بيبيز او النون فنتليتد بيبيز. فالكلونيدين استخدامه الاساسي في نيونيتال ابستيننس سيندروم. زي ما طبعا اتكلمنا على موضوع الاستريس وقلنا السيديشن، السيديشن از ذا ديبريشن اوف بيشنتس اويرنس تو ذا انفايرمنت وريدكشن اوف ريسبونسيفنس تو ذا اكسترنال ستيمولاي، احنا عايزين نقلل الاويرنس بتاعه خلاص، فنقلل الاستريس ونقلل الريسبونس للاكسترنال ايه ستيمولايشن. في السيديشن طبعا جريدز، المينيمال سيديشن اللي هو الانسيوليسيس اللي هو ايه بس حاجه كده يعني زي ما بنقول مزيل للقلق، المودريت سيديشن ده احنا بنعمل ديبريشن للكونشسنس بس البيشنت ستيل كان ريسبوند للاكسترنال ستيمولايشن يعني، والكارديو فاسكولار فانكشن مينتيند، ده المودريت. احنا عملنا ديبريشن شويه للكونشسنس بس لو مثلا ايه عملت ستيمولايشن للايه للبيبي او للبيشنت هيرد والكارديو فاسكولار مينتيند، انت ما انتش محتاج مثلا تتيب العيان او بتاع، على عكس مين الديب سيديشن. والجنرال انستيزيا الديسوشيشن يعني مش في قصتنا دلوقتي قوي، وديت الليفلز طبعا اوف سيديشن. طيب زي ما احنا قلنا قدام ان مش كل الميديكيشنز اللي هتعمل سيديشن هتعمل انالجيزيا والعكس صحيح، وده كان ميزه المورفين ان هو بيعمل انالجيزيا محترمه جدا وبيعمل برضه له مودريت سيداتيف افكت مش زي الفنتانيل، واليوز بتاع المورفين السايد افكتس بتاعته اقل من الفنتانيل. السيديشن بقى الايه الميديكيشنز اللي احنا بنستخدمها في السيديشن تيبيكالي هاف اديشنال بينيفيشال افكت زي ايه انسيوليسيس ريليف اوف ذا اجيتيشن، والامنيزيا، امنيزيا يعني بنعمل ايه زي يعني شويه فقدان للذاكره كده، والانالجيزيا طبعا اللي هو ايه الريليف اوف بين، يعني في سيداتيفز ممكن تبقى انالجيزيك طبعا. اهم سيداتيف اللي هو البنزودايازيبين اللي انا يعني ايه عايزين نتكلم عليه هو البنزودايازيبين خلاص. البنزودايازيبين اللي هو مين؟ اللي هو الدورميكا من ميدازولام يعني، وده شغال ازاي؟ هو شغال طبعا على سبيسيفيك ريسبتورز في السي ان اس، تمام، بتبوتنشيت الايفكت بتاع الايه الجابا، والجابا ده انهيبيتوري، تمام، هنا ريسبتور طبعا، والجابا ده انهيبيتوري ايه نيوروميدييتور. دي هاف نو انالجيزيك بروبرتي زي ما قلنا على الفنتانيل ان الفنتانيل مالوش سيداتيف بروبرتيز، فالدورميكام مالوش انالجيزيك بروبرتي، تمام، الميدازولام البنزودايازيبين مالهوش تمام انالجيزيك بروبرتي. يبقى حضرتك بتستخدم الدورميكام بتدي العيان دورميكام، مش معنى كده اللي انت
بتديله انالجيزيك او بين كنترول، لا انت عملت له سيديشن، عملت له سيديشن بس البيبي ستيل فيلز بين، لسه حاسس بالبين، بالايفكت بتاع البين شورت تيرم ولونج تيرم. يبقى حضرتك مشكورا ماشي اديته الايه الدورميكام علشان موضوع السيديشن، بس انت عملت ماسك للبين اللي البيبي لسه بيحس ولسه بيتاثر بيه. فزي ما قلنا ان الفنتانيل مش حلو شويه علشان هو ملوش سيداتيف ايفكت، ولو هتدي فنتانيل بعيوبه طبعا احنا قلناها، يبقى انت محتاج اللي انت تدي ايه، تدي سيداتيف. نفس الكلام هنا لو هتدي دورميكام انت محتاج تدي ايه انالجيزيك مع، يعني اي هوب برضو النقطه دي تبقى واضحه، لان ده كلام بقى كلينيكال اللي هو كلام في شغلنا يعني. طبعا في ادفيرس افكتس ليه البنزودايزابين اللي هو اهمهم الدورميكام الميدازولام اللي هو مين ريسبيراتوري ديبريشن والهايبوتنشن وسبسيكوانت هايبوكزيميا. في حاجه برضو مهمه جدا في البري تيرم بيبيز اللي هي السيجر لايك مايوكلونس، سيجر لايك مايوكلونس بيحصل في 8% من البريماتيور انفانس ريسيفنج كونتينوس انفيوجن اوف ميداز، بيحصل لهم زي كونفولجنز. فدي مشكله، هتقعد بقى تفكر هل الكونفولجنز ديت انتراكرينيال هيموريج ولا حصل له هايبوجلايسيميا سيبسيس مش عارف ايه، هتدخل في دايليما كبيره جدا. الحاجه الثانيه ده طبعا برضو ممكن يحصل لو اديتها ايه الرابيد بولس، او لو البيشنت اوريدي عنده ايه، عنده سي ان اس ديس اوردر. برضو الميداز ممكن يعمل برولونجد سيداتيف افكت في السيك بري تيرم نيونيتس خلاص، وفي لونج تيرم افكت للميداز اللي هو الابوبتوزيس او النكروزيس اوف ذا نيرونز اند اذر برين سيلز اندبندنت اوف ذا بنزودايزابين ريسبتور، يعني برضو ممكن يبقى له تاثير على اللونج ران. سو الروتين يوز اوف ميداز ميدازولام از نوت ريكومندد ان بري تيرم نيونيتس، يبقى استخدامنا للدورميكام كروتين تمام في البري تيرم بالذات دي حاجه نوت ريكومندد. ليه؟ عشان الكونفولجنز اللي ممكن تحصل مايكلونيك كونفولجنز، وعلشان اللونج تيرم افكت اللي بيعمل ابوبتوزز ونكروزز اوف نيورونز. يبقى اللي احنا مثلا نمشي ايه، اي بيبي مثلا بري تيرم على ميكانيكال فنتيليشن نحط له ميدازولام انفيوجن خلاص، نمشيه على ميداز انفيوجن 10 مايك ولا 20 ولا خلاص. هل ده صح ولا غلط؟ لا الكلام ده مش ريكومندد خالص. يعني احنا هنتكلم طبعا على الفنتيليشن سريعا كمان شويه على السيديشن معاه يعني، بس بالذات الميدازولام، الميدازولام is not recommended in preterm neonates. وفهمنا ليه؟ لا عنده analgesic property ممكن يعمل لك myoclonic convulsions وممكن يبقى له long term effect على البرين. طيب هل ده معناه ان احنا ما نديش الدورميكام يعني stat تمام او shots او بتاع؟ لا طبعا ندي ما فيش مشكله، بس ما يبقاش ايه، ما يبقاش trend، ما يبقاش يعني روتين خلاص، وما يبقاش infusion. في طبعا انواع تانية زي اللورازيبام والديازيبام، واسرعهم هو الميدازولام، وكلنا طبعا عارفين الدوزز بتاعه. بعد كده عندنا الايه ديكس مي دي 2 ميدين، اسمه طويل وصعب، اللي هو البريسي ديكس. ده برضو سيلكتيف الفا 2 ادرينرجيك اجونست زي الكلونيدين، وبروديوس سيديشن يعني بيعمل سيديشن، ومايلد انالجيزيا، يبقى كويس برضو في حته الانالجيزيا، ومن مزاياه اللي هو جود اوبيويد سبيرنج بروبرتيز، ده ممتاز تمام. يبقى ممكن ايه برضو نستخدمه في الويننج ليه الاوبيويدز ومينيمال ريسبيراتوري ديبريشن. فالبريسيدكس من الحاجات الكويسه وبيستخدم في البي اي سي يو اكتر من الان اي سي يو، برضو عشان نفس القصه الاستاديز ليميتد ستاديز في النيونيت، بس هو برضو كويس والاونست سريع والهاف لايف بتاعته ما هيش طويله. مشكله الديكسوميتوميدين اللي هو بيعمل ايه هايبوتنشن وبرادي compared with ميداز، بيعمل هايبوتنشن وبرادي اكتر من الميدازولام، والميداز طبعا بيعمل برضه significant. routine use of this drug is not recommended، زي ما احنا قلنا لسه محتاجين مور ستادي عليه، بس هو من الحاجات الكويسه جدا، او اعتقد يعني اللي برضه هيبقى ليها ممكن مستقبل. اللي بعد كده الباربيتيوريتس، الباربيتيوريتس طبعا اللي هو الفينوبارب كلنا عارفينه. الفينوبارب ممكن يستخدم مش بس كانتي كونفولزنت وانما كمان كسيداتيف، كسيداتيف خلاص، فده برضه كويس، وبرضه له سام امنيستيك افكت، بيعمل برضه شويه امنيزيا بس ملوش اي انالجيزيك افكت تاني. يعني الحته دي مهمه قوي ماشي، ما نديش سيداتيف من غير انالجيزيك خلاص. الميثوهيكزيتال برضو ده واحد من الباربيتيوريت، وهي شورتست اكتنج تمام، يعني من اقصرهم مده خلاص، وطبعا الادفيرس افكتس بتاعته برضو ممكن يعمل ايه هايبو تنشن. والثايوبنتال، الثايوبنتال ممكن يستخدموه اكتر في العمليات، وطبعا ممكن برضو يستخدم في حالات الايه الريفراكتوري كونفولجنز. النون باربيتيوريت سيداتيفز زي الدبريفان او البروبوفول، ده برضو بيستخدم في العمليات. الديبريفان من الحاجات الكويسة برضو، مستو اللي هو rapid onset of action وshort duration ممتاز جدا،
والكليرنس از نوت افكتد باي رينال هيباتيك ديسفانكشن. لو البيبي ايه انستابل فالديبريفان من الاوبشنز كويسه جدا. سوري بس هو مشكلته اللي هو بيعمل هاي بوتنشن واريثميا غبي جدا. تمام مشكله البروبوفول موضوع الهاي بوتنشن والاريثميا. تمام فيعني ديت الايه المين سايد افكت بتاعه البروبوفول او الديبريفان, بس برضو ممكن يستخدم كسيداتيف تمام في النيونات. والايتوميديت برضو شورت ديوريشن اوف اكشن. بالظبط الايه الميجر فيتشر اوف ذيس ايجنت هو الكارديوفاسكولار افكت نيجليجابل ديورينج سليب سيديشن. الايه اللي هو الايتوميديت دي كلها ايه سيداتيفز, احنا بنتكلم على سيديشن مش انالجيزيا. الانالجيزيا اتكلمنا عنها نون فارماكولوجيكال والفارماكولوجيكال الاوبيويدز اساسا والباراسيتامول, وموضوع الكيتامين برضو له انالجيزيك افكت معقول جدا. الكلورال هيدريت طبعا كلنا عارفين الكلورال بيستخدم برضو ممكن نستخدمه كسيداتيف بالدوز 25-50 أو هيبنوتيك ممكن نستخدمه كتير في حالات الـ MRI أو في لو عايزين نعمل يعني شورت تايم بروسيدور فممكن نستخدمه كهيبنوتيك. تمام الدوز بتاعته 50-100 for short procedures. الـ higher doses may be required after repeated use in neonate. ليه؟ علشان برضو بيعمل tolerance. تمام والريبيتد دوزز ممكن تبقى ريتيتنج ليه الجي اي ميوكوزا, فطبعا ممكن يعمل فوميتنج, ولو عمل فوميتنج ممكن يعمل فيري باد نيومونيا. والانسيت بتاع بعد الاورال ادمنستريشن طبعا اورال تمام 30 دقيقه والاكشن تقريبا ساعتين لاربع ساعات. طيب كده خلصنا الميديكيشنز زي ما قلنا الانالجيزيك ميديكيشنز, وبعدين اتكلمنا على السيداتيف ميديكيشنز وفي حاجات بتعمل الاثنين مع بعض. هنا طبعا احنا عندنا بقى اكتر من يعني ابروتش. الدكتوره مروه جاد بتقول اعتقد يفضل يتاخد مع الميلك لانه هو كده هيقلل الايفكت بتاعه على الجي اي ميوكوزا طبعا. تمام فده الشارت اللي احنا اتكلمنا عنه او الابروتش اللي احنا اتكلمنا عنه في الجمله. طبعا احنا مش هنتكلم بقى على 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 بروسيدور تمام, هنتكلم على بس على حاجه معينه اللي هي الانتيوبيشن دلوقتي. بس بوجه عام ايه اللي ممكن نستخدم فيه النون فارماكولوجيك؟ زي ما احنا شايفين تقريبا كل حاجه, تقريبا النون فارماكولوجيك ميجرز ممكن نستخدمها في كل حاجه وفيري افكتيف. التوبيكال في حاجات معينه اللي هي هيبقى فيها ايه, هيبقى فيها كونتاكت مع السكن مباشر. الاسيتامينوفين برضو يعني الهيلستيك يعني شويه احنا قلنا مش افكتيف قوي خلاص. والدريسنج الريموفال بتاع البلاستر والفيني بانشر برضو الحاجات البسيطه ممكن ينفع معها الاسيتامينوفين. والديب سيديشن مع اللامبر بانشر من الحاجات المؤلمه جدا والغبيه جدا واحنا بنعملها للاسف من غير اي سيديشن. ونفس النظام الشيست تيوب انسيرشن, متصور الله المستعان يعني حاجه بشعه اللي احنا نفتح الجلد وكمان نخرم يعني الشيست وول بالمصل بتاع من غير ايه, من غير انستيزيا خالص. تمام والسنترال لاين بليسمنت احنا ممكن والبيك لاين ممكن نقعد نركب مثلا في البيبي ونشكه 10-20 مره واللاين والكانيولا نفس النظام من غير اي سيديشن خالص, يعني بجد يعني حرام. طيب احنا خلصنا بس هنتكلم على كام نقطه سريعا جدا ان شاء الله. فور نيونيتس needing a brief needle stick زي ما احنا قلنا ممكن نستخدم oral sucrose. والنون فارماكولوجيكال ميجرز الاسيتامينوفين هنا مش هيبقى effective قوي زي ما قلنا في الهيل ستيك. لو النيونيت undergoing more prolonged او painful skin breaking procedure زي ما قلنا ممكن نستخدم ايه التوبيكال ميجرز زي الاملا او short acting systemic analgesia زي الفنتانيل. احنا قلنا في الشورت acting تمام في فتره بسيطه او procedure او بتاع الفنتانيل كويس جدا. والميل سيركمسيشن برضو نفس النظام. النون فارماكولوجيكال ميجرز السكروز الباسيفاير تاكينج مش عارف ايه مع اللوكال انستيزيا, وبعد ممكن حتى قبل العمليه اسيتامينوفين وبعد العمليه برضو ممكن اسيتامينوفين لمده 24 ساعه او 48 ساعه. بقى الكرونيك او البرزيستنت بين زي النك زي المننجايتس الابيدرمولايسيس ماست ريسيف ادكويت انالجيزيا, وغالبا بيبقى الفترات اطول من كده. زي مين؟ زي المورفين او الفنتانيل regardless of whether they are mechanically ventilated or not. احنا ما لناش علاقه دلوقتي بايه البيبي ventilated ولا لا, البيبي عنده مشكله مخلياه susceptible to chronic pain زي حالات الابيدرمولايسيس باللوزه. تمام احنا كان عندنا حاله الله يرحمها كانت فعلا اتعذبت يعني وكانت على الماكسيمم دوزز من الفنتانيل من المورفين تمام, وكانت بتاخد باراسيتامول وحتى بتاخد نون ستيرويدال وكل حاجه. احنا يعني كان التارجت بتاعنا بس اللي هو الايه البين ريليف. برضه ممكن طبعا نستخدم الكيتامين والميثادون زي ما احنا قلنا في فكره مين الاوبيويد سبيرنج. الميكانيكالي فنتليتد نيونيت هل احنا محتاجين اي بيبي ميكانيكالي فنتليتد ياخد سيديشن ياخد انالجيزيا؟ لا, نو نيد تو ادمنستر كونتينوس انفيوجن اوف اوبيويد ثيرابي فور انالجيزيا. يبقى البيبي الانتيوبيتد هو طبعا في ستريس بدون شك, يعني تصور برضو لا قدر الله لو حطينا نفسنا مكانه اللي انت في حاجه يعني سده زورك تمام وكل شويه بيدخلوا حاجه تسد اللي سادت زورك
تمام، نعمل ساكشن، حاجه بشعه جدا تمام. بس هي ان جنرال الميكانيكال فنتليتد نيونيت العادي مش بين فول، مش ان بين تمام، هو ممكن ستريس طبعا بس مش ان بين. بس ممكن البيبي يبقى اجيتيتد كتير جدا، يبقى البيبي بيتحرك ومش عارف ايه، هو مش بين، هو مش ان بين، هو اجيتيتد ستريس خلاص. ففي الحاله ديت ممكن نمشي له ايه، بريسيدكس او الفنتانيل تمام، او المورفين طبعا، with the goal being to limit the opioid exposure على قد ما نقدر و prevent التوليرانس. وزي ما قلنا الميداز infusion for sedating for sedation of ventilated newborns is not recommended، مع ان هنا الميداز كويس. يبقى في الحاله ديت البيبي agitated ممكن يعني تدي له ميداز بس شوتس، او نمشي البريسيدكس اللي هو الديكس ميتوميدين تمام، او ندي اللو دوز فنتانيل او المورفين infusion خلاص. ده في حاله السيفير agitation، مش روتين لاي بيبي. الاوبيويد فور ميكانيكال فنتيليشن خلاص احنا خلصنا منها، قلنا مش المفروض ان احنا نمشيها روتين للبيبيهات الايه الانتيوبي. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها هي موضوع الاندوتراكيال انتيوبيشن، عمليه الايه الانتيوبيشن نفسها، هل هي محتاجه سيديشن وانالجيزيا ولا لا. طبعا اللارينجوسكوبي والانتيوبيشن ار فريكوينتلي اسوشيتد وذ انكريز of intracranial pressure و blood pressure و pulmonary vascular resistance و development of hypoxemia و decrease في heart rate. العملية ديت is very painful و extremely stressful. برضو لا قدر الله نحط نفسنا مكانهم ونتخيل انت هتبقى عامل ازاي وواحد ماسك حاجة يعني زي الفاس كده بيدخلها في زورك وعلى الصاحي طبعا، ومحدش هيعمل كده في واحد ادلت من غير ما ينيمه طبعا يعني، وبعدها يحاول كمان يسد ايه، يسد مجرى الهواء عندك بحاجه، حاجه بشعه جدا بصراحه. اليوز اوف بري انتيوبيشن ميديكيشن اللي هم السيداتيف انالجيزيك والماسل ريلاكسنت والانستيك ايجنتس شود بي ستاندرد اوف كير، شود بي ستاندرد اوف كير. ريزونز واي بري ميديكيشن فور الكتيف انتيوبيشن هاز نوت بين وايدلي ادوبتد في معظم الان اي سي يوز هي ايه؟ ليه احنا ما بنستخدمش الايه بري انتيوبيشن ميديكيشنز روتينلي؟ يعني انا لو سالت دلوقتي يعني اعتقد 90% منا او جايز اكتر ما بيديش اي حاجه قبل الانتيوبيشن. ليه؟ اللاك اوف فاميلياريتي وذ ذيس ميديكيشن، احنا مش عارفين الميديكيشنز ديت اصلا، ما بنستخدمهاش كتير، ما نادر مثلا لما حد فينا استخدم مثلا بروبوفول او الكيتامين حتى في الحضانه او بتاع. الفير اوف ادفيرس افكت، ما انا خايف اديله فنتانيل يدخل لي في شيست وور ريجيديتي وما اعرفش اطيبه فيموت. الانسفيشنت ايفيدنس فور افيكاسي اند سيفتي اوف ذيس ميديكيشن، زي ما احنا ايه، زي ما احنا قلنا الستادي ديت او دي مش مهمه، خلينا في اللي بعدها ديت اللي هي البري ميديكيشن فور تراكيال انتيوبيشن ان يونيتس، هل هي كونفيوجن ولا كونتروفيرسي، هل في كونتروفيرسي عليها ولا هي كونفيوجن، نستخدم ايه ولا ما نستخدمش ايه. زي ما هنقرا بس الكلمتين دول، تراكيال انتيوبيشن بيرفورمد فريكوينتلي طبعا في الان اي سي يو ديليفري روم، ذس بروسيدجر از اكستريملي ديستريسنج بينفول اند هاز ذا بوتنشال فور اير واي انجري. البري ميديكيشن بالسيداتيفز والانالجيزيك والماسل ريلاكسنت از ستاندرد براكتس فور بيدياتريك اند ادلت انتيوبيشن. مستحيل تركب تيوب في في في, في واحد كبير او في طفل حتى من غير ما تديله ايه، من غير ما تديله بري ميديكيشن، مستحيل، مش هتعرف اصلا. Yet the use of these drugs is not common for intubation in neonates. ليه؟ زي ما الدكتور قال اللي هو ايه، احنا مش يعني هو ما مش قادر يعمل لنا حاجه. The risk and benefits of using pre medication for intubating unstable newborns are hotly debated. تمام، كان في طبعا هنا الاستاديز يعني كومباريزون ما بين different regimen، هنا بيستخدموا ما اعرفش الايه الجلايكوبايرولات، والجلايكوبايرولات زي الاتروبين كده، والبيثيدين ومش عارف الالفنتانيل ومش عارف ايه، والترايل الثانيه بتستخدم مورفين ميداز ما اعرفش ايه البروبوفول. المهم سيفرال ترايلز وفي ديفرنت ريجيمين. القصه او الكونسبت ايه، بليز يوز بري ميديكيشن، اختار لك اي سيست اي ريجيمين يعجبك من دول وامشي عليه. في طبعا كلام كتير، بس الريجيمين ده اللي هو بتاع النيوبورن سيرفيس كلينيكال جايدنس لو دخلنا على النت هنلاقيه. بكل بساطه ممكن نستخدم الثلاثه دول. اول حاجه انتي كولينرجيك زي الاتروبين، تمام، الدوز بتاعته كام؟ 20 مايك بير كي جي. ايه ميزه الاتروبين؟ الاتروبين هيقلل لنا السكريشنز ومش عارف ايه والكلام ده، ممتاز. بس الميزه الثانيه للاتروبين اللي هو هيقلل ايه، البرادي كارديا خلاص، الانتيوبيشن انديوسد برادي كارديا. والانتيوبيشن انديوسد برادي كارديا، واحنا بنعمل انتيوبيشن للبيبي بيحصل له برادي كارديا. البرادي كارديا دي سببها الاساسي مش الهايبوكسيا اللي انت طولته، الا طبعا لو واحد بقى قعد دقيقه دقيقتين مش عارف يجيب الفيو بتاع، بس السبب الاساسي هو الفيجال ستيميوليشن اللي انت عملت، فيجال ستيميوليشن فبيدخلك البيبي فيه برادي كارديا خلاص، فتلاقي البيبي بقى ايه بقى سيانوزد ومتنيل وبتاع. فالاتروبين مستو في الحته دي، مستو اللي هو هيقلل لك السكريشن، يخلي الفيو يعني مور كلير، وهيقلل لك الفيجال ستيميوليشن. تاني حاجه هتدي فنتانيل 4 مايك بير كي جي اي في،
طبعا الفنتانيل لازم يتاخد واحده واحده، لازم يتاخد بالراحه شويه، من دقيقتين، من 3 دقائق ل5 دقائق مثلا او حاجه. الفنتانيل مشكلته في ايه؟ ممكن يعمل لك سيفير شيست وول ريجيديتي، تمام؟ ففي الحاله ديت ممكن نحتاج مصر الايه، ريلاكس، ريلاكسنت زي الايه، زي الساكسينايل. مش لازم اللي احنا ندي الساكسينايل، مش لازم اللي احنا ندي الساكس. يبقى الاساس عندنا طبعا هو هنا الفنتانيل، ممكن قبلها ندي الاتروبين وهو يعني الافضل خلاص، وبعدين ممكن نحتاج ندي مصر ريلاكسنت. ما عندك سيست، عندك ريجيمين تاني ماشي عليه مثلا مورفين مثلا ومش عارف بروبوفول، شوف السيستم او الريجيمين الايه اللي انت عايز تمشي عليه، بس المهم يبقى عندنا ده ستاندرد اوف كير اللي احنا ندي بري انتيوبيشن ميديكيشن. دي كانت استادي جديده لسه طالعه تقريبا في 2019 على الايفكت اوف بروبوفول فور اندوتراكير انتيوبيشن. ف يعني الكومنت اللي هو كان ممكن يعمل سيفير هايبوتنشن، تمام، ومش عارفين نظبط الدوز قوي، فهو مش من الحاجات الريكومندد قوي اللي احنا نستخدمها في البري انتيوبيشن ميديكيشن. طولنا عليكم معلش، هنرجع تاني ليه اخر السلايد اللي قلناها قبل كده، البين اند ستريس ار اولويز اندر مانجد ان اي سي يو. ليه احنا بنأندر مانج البين والستريس في الان اي سي يو بعد الكلام اللي احنا قلناه ده؟ هل هو السبب اللي احنا ما عندناش نوليدج، ما نعرفش الكلام ده، ما عندناش اسيسمنت تول، ولا ليميتد اوبشنز، ما عندناش اوبشنز كتيره؟ المفروض ان هو بعد الكلام ده احنا نبقى فاهمين كويس جدا ان في البين والاستريس مهمين جدا، تمام، وليهم تاثير كبير، وعندنا سيفرال اسيسمنت تول نقدر نختار منها اللي يعجبنا، وعندنا اوبشنز سواء كان فارماكولوجيكال او نون فارماكولوجيكال اوبشنز. الهيلث كير بروفيشنالز اوفن فوكس اون اجنورينج او تريتينج بين راذر ذان هافينج ا سيستماتيك ابروتش تو ريديوس او بريفنت بين. احنا يا اما بنكبر دماغنا ما دام احنا عارفين بنعمل شغلنا والبيبي ايه ما بيقاومش خلاص، او يعني اضعف الايمان بيبدا يعمل حاجه فندي له ايه انالجيزيك او ندي له سيداتيف مره كده ولا بتاع، rather than having a systematic approach to reduce or prevent pain. من قبل اصلا ما نعمل البروسيدور ندي بري ميديكيشن، نعمل النون فارماكولوجيكال ميجرز، مش عارف ايه، لازم ده كونسبت لازم احنا نغيره في دماغنا. احنا هيلث كير بروفيشنالز من اول زي ما قلنا النيرس، وهي اهم واحده في المنظومه كلها النيرس خلاص لغايه الكونسلتنت. ثانك يو. يعني احنا نفسنا ان احنا نوصل للنو بين in ICU. العيال دي هتكبر، they will grow up and say we hope، اللي هم يقولوا thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.